الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وزعيمنا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ومسك الأمة وكشف الغمة وأزال الظلمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار سيرهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أيها الآباء وكذلك الأمهات، أيها الأبناء والبنات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بين يدي أحضان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة الحروش. طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا ومقعدا بإذن الله عز وجل. في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم الأغر، في هذا اليوم الأمجد، اليوم الذي يصادف ذكرى مولد سيد الخلق وسيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما نقول أكثر مما قال الشاعر حسان المتابت وهو يصف النبي ويحب النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، كأنك ولدت بغير عيب، كأنك خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، أو كما قال الشاعر حسان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الشاعر الكبير الذي عاش 60 سنة قبل الإسلام وقيل 60 سنة بعد الإسلام، شاعر الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، ثم شاعر النبوة، شاعر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم شاعر أهل اليمن كما يقال، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله وصفه القرآن الكريم بأوصاف على رأسها وصف النبوة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها الإخوة، في هذه المعاني نجلس اليوم ونلتقي اليوم معكم مع هذه الوجهة الطيبة الكريمة. وقبل أن نتطرق إلى هذه المعاني مع الأساتذة ومع الشيوخ، خير ما نفتتح به هذا الحفل الكريم آيات بينات من كتاب الله عز وجل، إقراؤها على ما سمعنا الإمام الأستاذ رفيق جامع، ليتفضل بسبور المأجور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم
فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا لنرفع بها قدر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لنرفع بها ذكرنا وقدرنا نحن، لأن الذي رفعه الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يزيد في رفعته، لأن الله تعالى قال: ورفعنا لك ذكرك. فإذا أردنا أن يكون مرفوعين القدر عند الله سبحانه عز وجل، علينا أن نرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرفوع القدر. واجتماعنا اليوم أيها الأخوة أيها الأخوات أيها الحضور الكريم، في اليوم الدراسي الثاني بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اجتماعنا اليوم بالتنسيق مع دار الشباب طبعا، اجتماعنا اليوم كما قلت لنرفع قدرنا وذكرنا عند الله عز وجل بارتباطنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا اجتمعنا لنفرح به، لنفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونفرح بمولده ودينه وسنته ودعوته، لأن الله عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويدخل في عموم هذا النص الفرح بمولده ودينه وسنته ودعوته. وقد فرح قبل أن الكون بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد بدت تباشير الفرح عليه عند ولادته، وأشرقت أنوار الرحمة ببعثته، وانتشرت السعادة في الكون بدعوته صلى الله عليه وسلم. وحتى نرفع قدرنا وذكرنا ونفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، انتدبنا لهذا اليوم أستاذان كريمان فاضلان. الأستاذ الأول هو الأستاذ عبد الكريم رخشين حفظه الله، وهو رئيس المجلس الولائي لجمعية العلماء المسلمين، والأستاذ خريج جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية سنة 1991، تخصص فقه وأصوله،
وهو الآن أستاذ في مادة الثانوي في مادة العلوم الإسلامية. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفعنا بعلمه وأن يعظم أجره. الأستاذ الثاني هو العالم الجزائري ابن مدينة قسنطينة، الأستاذ الدكتور عبد العزيز المزاني حفظه الله. والأستاذ نسبه في العلم معروف، فقد لازم كثيرا من العلماء في بلاد الشام وغيرها، وهو الآن أستاذ جامعي في جامعة الأمير عبد القادر، تخصص فقه وأصوله. نرحب به ونشكر له حضوره، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفعنا بعلمه وأن يعظم أجره. نيابة عني وعن جميع زملائي في المكتب البلدي لجمعية العلماء المسلمين، نرحب بحضور الكريم، فأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا اليوم يوم نافع ينتفع به من خلال محاوره وكلماته. شكر الله حضوركم بدون إطالة، في الكلمة إلى رئيس الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبرنامج فيه الكثير من النشاطات بإذن الله عز وجل، يتضمن كما ذكر رئيس الشعبة مداخلة للأستاذ الفاضل عبد الكريم الخشني بعد قليل إن شاء الله عز وجل، ومداخلة ثانية للدكتور عبد العزيز بن السائب كما قدمه الأستاذ الفقه وأصوله في جامعة الأمير عبد القادر، وكذلك بعض النشاطات للبراعم وبعض الأسئلة والجوائز بإذن الله عز وجل. لا أطيل عليكم لأدعو إلى المنصة الأستاذ الكريم الفاضل عبد الكريم الحسين. الحمد لله حمدا يوافي النعمة بكافة المزيدة، وأصلي وأسلم على السراج المنير، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هامل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته وقر الميامين، وعلى كل من دعا بدعوته واقتفى أثره وسلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. في اليوم الدراسي للسنة الماضية دعاني أخي عادل وإخوانه للمشاركة في مداخلة مع الشيخ الجليل بركان حفظه الله، وكنت أول المتدخلين، وها أنا ذا ورط مرة ثانية وحده من الجحر مرتين، وأرجو أن لا يكون ذلك لخلل في الإيمان. يشبع لكم وعزائي أن إخواني قد رغبوا بهذا وأرادوا بهذا أن يكون الختام مسكا، فالذي معنا وشفنا عليه عبد العزيز عز الله أدام عافيته و أحسن عاقبته، قد كنت أرجو لقاءه ورؤيته وحقق الله لي أملي، وبالتالي سوف لن أطيل عليكم لأفسح له أكبر قدر ممكن من المجال ليحدثنا بما عنده إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أقوله على عجل، أعتب على أخي عادل وهذا الشيخ الذي بجانبي أنهما ناداني بلقبي، وبئس الاسم اللقب، والتنامز باللقب لا يجوز، لا وددت لو ناديتموني بكنيتي وهذا أحب إليه، لقب سميني في فرنسا ويكفي هذا سببا لأغلاق. أيها الأخوة، لما طلب إلي أن أشارك في هذا اليوم الذي لا يساو لي أن أتخلف عنه، جاءتني هذه الفكرة، وأخبرت أخي عادل بموضوع حاجة العالم إلى مدارسة السيرة النبوية. لا أدري كيف خطرت ببالي، ولكن
بعد ذلك رأيت أن من المناسب أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي ببعض المعاني التي أطمع أن تكون من خلال إطارتها سبباً يحمل النفوس على الإقبال على مدارسة هذه السيرة. مدارسة السيرة النبوية أيها الإخوة ليست طرفاً ولا أمراً ثانوياً ولا من نافلة الحب أو من ملح العلم، إنما هي من صلبه، إنما هي من الأمور الضرورية التي ينبغي على أبناء وبنات هذه الأمة أن يشغلوا بها نفوسهم. فما أحوجنا إلى مدارسة سيرة هذا النبي صلى الله وسلم عليه. هل تغني سير الأنبياء عليهم السلام عن سيرته صلى الله عليه وسلم؟ لا تغني سيرهم عن سيرته، فهو عليه الصلاة والسلام سيرته مهيمنة على سيرهم ومصدقة. كل نبي بعد إلى قومه خاصة، بعد بوصفة علاج لأمراض في قوم من الأقوام، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله رحمة للعالمين ليقدم لأهل الأرض لأهل الدنيا علاجا لكل أدوائهم في مختلف مناحي الحياة في كل زمان وفي كل مكان. لذلك قلت حاجة العالم، حاجة الإنس والجن، حاجة أمة الدعوة وأمة الإجابة على حد سواء، بل حاجة الوجود كله إلى تدابر هذه السيرة لهذا النبي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وما نبأ ثقب الأوزون والاحتباس الحراري وهذه الأوبئة وهذه الأمراض وهذا الاختلال في الانتخاب الطبيعي وهذه الحالة التي يكابدها الوجود كله بسبب غفلة أو إغفال الناس وجل الناس لسيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الوجود بحاجة إلى هديه وإلى سيرته صلى الله عليه وسلم. هذه الأرض التي خلقها الله تعالى صالحة وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لما صار الأمر إلى شياطين الإنس انظروا إلى هذه الحال التي تكابدها هذه الأرض بل العالم كله. لماذا العالم ولماذا ليس البشر وحدهم ولا الثقلين وحدهما؟ العالم كله، لأن المسلم في تصوره وفي اعتقاده الكون كله كائن يتناغم معه المسلم. أوليس القرآن قد نطق بهذا وأخبرنا أنه ما من شيء في هذا الوجود إلا ويسبح بحمده سبحانه وتعالى ويسجد له. فهذا الكون لما كان منسجما متناغما مع المسلم في تسبيحه وسجوده لله تعالى وتوحيده له، فإنه يتعامل معه بغاية من اللطف وبغاية من التوافق والتناغم. لذلك الحضارة الإسلامية في اختراعات علمائها ما لوثت البيئة ولا أفسدت الطبيعة، ولا تتعامل مع الطبيعة على أنها خصب يزاحمها وتريد أن تغلبها وتنتصر عليها. أدخل في الموضوع بعد هذه التوطئة العجلة لأقول إن عنوان مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله سبحانه وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو عنوان السيرة النبوية، هي سيرة
إنسان محق ذلك ليس مجرد سيرة عفقري ولا عظيم من العظماء ولا مصلح من المصلحين ولا إنسان نبيل، إنما هي سيرة نبي موحى إليه. موحى إليه أي أن الله تعالى قد صنعه على عينه، قد اصطفاه، قد اختاره، قد أنزل عليه قولا ثقيلا، رباه 40 سنة وأعده للحظة نزول إبراهيم. هذا النبي الذي ختم الله تعالى به بنيان الأنبياء عليهم السلام، اللبنة التي كانت تنقص بنيان الأنبياء من لدن آدم عليه السلام. هذا النبي الذي أخبر الله تعالى عنه أنه قد أرسله رحمة للعالمين. المجال الوقت لا يكفي لأن نقف مع كل نقطة من هذه النقاط، يكفي أن أذكر نفسي وإياكم بمفرداتها. هذا النبي الذي هو فيه جانب بشري ولكن فيه جانب يتمثل في كونه بشر موحى إليه، وأي دارس للسيرة يجب أن يستحضر هذا المعنى. لماذا نتكلم في حاجة العالم إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسبكم توافقونني القول أن أكثرنا مفرط في هذا الأمر ومقصر. نحن نسأل طلبتنا أسئلة بسيطة في السيرة فلا يكادون يشركون، إلا الواحد والاثنان. يكاد يكون الكثير من أبناء وبنات هذه الأمة جاهلين بتفاصيل بل بعموميات في السيرة العمومية. كيف يكون نجمه؟ بل هو السراج الذي يضيء لهم يضيء لنا نهارنا، وهو القمر الذي ينير لنا ليلنا. فالله تعالى قد سماه أو وصفه بأنه سراج منير. فالقمر منير، وجعل القمر فيهن منيرا والشمس ضياء. وسراجا الشمس سراج مضيء. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هي حاله وهو على هذه الشاكلة. لذلك أحببت أن أثير هذه المعاني عسى أن يكون حافزا وداعيا إلى إدراك أهمية هذا الأمر، فنقبل على مدارسة سيرته ليس في يوم أو يومين. لماذا بعث الله تعالى خاتم النبيين؟ تكفل القرآن بالإجابة عن هذا السؤال. الله عز وجل يقول بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. التبشير والإنذار والشهادة، شهادة ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهو في آخر خطاب له صلى الله عليه وسلم كان كلما قال شيء ذكر الناس بشيء قالوا لها بلغت اللهم نشاء الحجة قائمة ولا إنكار. أيضا الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه قد بعث نبيه لأمر جلل، وهو أن يحيي الربانية في النفوس، أن يحطم الأصنام من النفوس ومن واقع الناس حتى يرتدوا ربانيين كما يحب الله لهم ويرضى. الله عز وجل يخبرنا في كتابه فيقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي
دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعثه الله تعالى لينصب نفسه صنما بعد ان احطم الاصنام الاخرى، انما بعثه ليدعو الناس الى الدخول في عباده الله تعالى، وان يكونوا عبادا ربانيين بما يعلمون هذا الكتاب وبما يدرسون هذا الكتاب الكوني، هذا الكتاب الذي يتوافق ويتناغم مع هذا الوجود كله. السؤال: لماذا مدارسة السيرة؟ وما مدى احتياج الأمة إلى مدارسة السيرة؟ أي أمة نعني؟ قلت نعني بالأمة أمة الإجابة، وهي أمة المسلمين التي أجابت دعوة الله تعالى. وأمة الدعوة الأمة التي ما زالت لم تستجب لهذه الرسالة، وهي موضوع دعوتنا يوجه إليها الخطاب. أيضا الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي، والعلماء أيضهم الله تعالى لكي لا يتركوا شاردة ولا واردة فيما يتعلق بسيرته إلا وقيدوا، ولهم أساليب شتى في الكتابة كالسيرة. فمنهم من ركز على المغازي، ومنهم من ركز على الشمائل، ومنهم من ركز على الدلائل والخصائص، ومنهم من كانت كتابته جامعة لكل هذا وذاك. لماذا ندرس السيرة؟ ندرس السيرة أولاً لأنها تنطوي على دليل من دلائل النبوة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. تريد أن توقن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وليس بدجال ولا كذاب ولا مدعي، بل هو رسول الله حقا، فتوقن بهذا. وما أحوجنا إلى اليقين، ومشكلاتنا تكاد تكون كلها في خلل في اليقين. تدرس السيرة، عندما تدرس سيرته سوف توقن بأنه لا يمكن إلا أن يكون رسول الله تعالى. هذا الرسول الذي بشرت به الأنبياء وذكرته الكتب التي قد نزلت قبل القرآن الكريم، فمن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم سيرته، فأنى لك أن تقف على هذا الدليل إن لم تدرس سيرته. الأمر الآخر من أجل فهم القرآن، القرآن الكريم هو في الحقيقة سيرته عليه الصلاة والسلام صور مقتبسة من القرآن، كما صنف رجل فاضل في بلاد الشام كتابا اسمه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن، وقد أصاب الرجل وكان موفقا في هذا الكلام. عندما تدرس سيرته تجد نفسك تقرأ القرآن الكريم، وعندما تقرأ القرآن تجد نفسك ترى وتسمع سيرته عليه الصلاة والسلام. نفهم القرآن عندما ندرس سيرته، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلالها نعرف أسباب النزول، ونعرف المكي والمدني، ونعرف الناسخ والمنسوخ. وليس يخفى عليكم ما مدى أهمية هذه العلوم وهذه المسائل في فهم القرآن وفهم أحكام شريعة الله تعالى. أيضا نزول الاقتداء به، الله تعالى قد أمرنا أن نقتدي به، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أمر لازم، فهو الرائد الذي لا يكذب أهله، وهو الهادي إلى الله، وهو المرشد في طريق الله. هذا النبي
هو الذي نقتدي آثاره لنصل إلى غايتنا، والغاية هي الله سبحانه وتعالى، وهو أعرف الناس بالله تعالى. ومن ثم فنحن بحاجة إلى مدارسة سيرته لنقبس من سيرته ما نتأسى به ونقتدي به فنهتدي ونسعد في الدارين. هذا أيضا مسوغ من مسوغات مدارسة السيرة، يلزمنا بمدارسة السيرة. ما هي المنهجية التي اعتمدها عليه الصلاة والسلام في تغيير معرفة الوجود جيل الصحابة؟ وهذا تكلمنا عنه اليوم الدراسي للسنة الماضية. منهج الالتزام والسير إلى الله تعالى حتى يستقيم الناس حتى في فتورهم على سنته صلى الله عليه وسلم، ويترك المجال مفتوحا للسنة. هل يحتاج إلى وقفة وإلى تأمل؟ الذي أو من جملة ما فهمته من هذا أن القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته، الوحي بمعارفه، النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الإنسان أن لا يقف عند حد في السلوك، أن يرفع سقف الطموح، أن يزاحم، يحاول أن ينافس الملائكة، أن لا يقف عند حد، أن يتطلع إلى الأعلى وإلى الأرقى. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، واجعلنا للمتقين إماما، يهدي للتي هي أقوم، أيكم أحسن عملا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. والقارئ لكتاب الله جعله مجالا مفتوحا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جاهدوا في الله حق جهاده، اتقوا الله حق تقاته، لكنه بالمقابل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب شريحة ممتازة من البشر وحدهم، يخاطب الناس، كل الناس على اختلاف مستوياتهم وهممهم وطاقاتهم وإمكاناتهم، فيقول إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي طريقتي فقد اهتدى، وإذا أشير إليه بالبنان فقد هلك، أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك ليس يقضي بعجب أن تجدوه عليه الصلاة والسلام يحرص أن يجعل أصحابه والأمة من بعدهم يرونه يأخذ بالرخص، ييسر، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأنه كان ينبذ التقطع والتشدد. يقول لعائشة رضي الله عنها، القصة معروفة، والنساء هن النساء، ولا ينبغي على الأخوات أن يغضبن مني إذا أقول هذا، دائما أقول الإنسان هو أعجب مخلوق والمرأة أعجب إنسان، من فهمها فهم العالم. المرأة إذا ساء حالها تفوقت على الشيطان، ولكنها إذا صلحت تتفوق على الرجل، ويكفيها شرفا أن أول من أسلم امرأة، وأن أول شهيد امرأة. يقول لعائشة رضي الله عنها، قد طلبت إليه أمرا رفضه صلى الله عليه وسلم، يقول لها ولا يحابك الحق أحدا، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، إنما بعثني معلما ميسرا. ليس من هدئي أن يصوم في السفر، ليس من البر الصيام في السفر كما يقول عليه الصلاة والسلام، وكان ييسر، كان يبشر ولا ينفر، كان يرفض الغلو والتشدد والتنطع، وعيد بالحنفية السمحة، لأن من مقاصد النبوة أن يدخل الناس كافة إلى دين الله، في دين الله مهما كانت مستوياتهم وطاقاتهم وإمكاناتهم. فيخبر نظر إليه فضلته على الإسم، فيخبر عليه الصلاة والسلام أن من كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى، وسنته كلها يسر، لأن
له رحمة عليه الصلاة والسلام كتلة من الرحمة، ودعا على من يشق على هذه الأمة ولا يرفض بها. هذا النبي الذي يصلي بالناس فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة حتى يترك يسرح أو يمسح المجال الأمي لتسكت الولد، لا يتحمل بكاء الصبي بفضل رحمته وفيض رحمته رحمة للعالم. وهذا الذي أقصده حاجة العالم إلى معرفة سيرته، العالم وأمة الدعوة أهل الكفر غير المسلمين يحتاجون لأن نعرفهم بسيرته صلى الله عليه وسلم، أن نترجم لهم هذه السيرة، أن نخاطبهم بلسانهم ليعرفوا من هو، حتى إذا عرفوا وحبوه وأدركوا أن واقعنا لا يعبر عن سيرته صلى الله عليه وسلم وعن دعوته في كثير من الأحيان، فكثير منا مفرط في واجب الشهادة علما وعملا. أنه رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم إذن كان يقوم بالعمل، حتى إذا رأى الصحابة يحاولون أن يتتبعوا أثره مخافة أن يشق عليهم أو يفرض عليهم أو أن يحملوا أنفسهم فوق طاقتهم يتركوه. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يقول الإمام الشاطبي في معنى بعض عباراته في موافقاته الكتاب العجيب، أن قصد الشارع دوام مكلف على الالتزام بالتكليف، والنفوس تمل، والمنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا قطعا. وهدف الإسلام أن الإنسان حين يدخله يستقيم عليه ويلتزمه بما بقي فيه رفض الحياة. وهذا إنما يكون عندما نأخذ النفوس ونسوسها برفق خطوة خطوة حتى نصل أن نبلغ المنزل ونصيب الغاية. النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته نكتشف المنهج السديد القويم في تربية النفوس، كيف ربى أصحابه، كيف صنع هذا الجيل، كيف خرجه من العالم. وهذا إنما نفهمه وندركه إدراكا بينا عميقا دقيقا خلال مدارسة سيرته. هذا النبي الذي نجح في فترة قياسية أن يخرج جيلا من مفردات هذا الجيل ومن معالمه ومقوماته اليقين. تعرفون قصة حارثة حين سأله ما حقيقة إيمانك، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال وما تقول؟ فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة الإيمان؟ وذكر له كلاما لا يتسع المقام لبسط القول فيه، أوصل هذا الجيل إلى مقام علم اليقين. والإنسان إذا اختل اليقين في نفسه لا يمكنه أن يحمل ميراث النبوة، ولا يمكنه أن يقتدر على النهوض بأعداء هذه الرسالة. مع الريب ومع الشك ومع الخلل في اليقين لا تذهب بعيدا، فترك الأمر الثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جانب هذا كما قلنا كان واقعيا حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي غاب عن الصفوف وخزن نفسه في البيت باكيا ليل نهار، يبعث إليه الصديق يسأل عن حاله، يقول له نافق حنظلة، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال على حال عندما نفارقه، إذ حتى إذا عابسنا المهل والولد وخالطنا الضياح عاد ارتد حالي إلى ما كنا عليه، فيستدعيه ويقول له لو تدعون على ما تكون عليه وأنتم معي وصافحتكم الملائكة في الطوفان. أريد أن يقول لحنظلة وللأمة من بعده وللبشرية هذا دين لا يطالب الإنسان أن يصير مبالا، إنما يطالب الإنسان أو جاء ليرد الاعتبار لإنسانية الإنسان.
والإنسان يخطئ ويصيب، ولو لم تكتبوا لذهب الله عليهم ولجاء بقوم يكذبون فيستقبلونه فيغفر لهم. معصية أولدت جندا وانكسارا خير من طاعة جلبت عزا واستقرارا. الحديث يقول في هذه النقطة التجاوز هذا إلى شيء قليل بقي وأثبت أنهم بدأوا يوزعون عليهم شيء لا أحسن من لو سيبقى بشيء. أيها الأخوة، خلاصة ما هنالك أن تفريطنا في مدارسة سيرتهم هذا يضعف من حبنا له وارتباطنا العاطفي به، كيف تحب إنسانا لا تعرفه، ثم كيف تتبع إنسانا لا تعرفه. وقد ربط الله تعالى أو جعل علامة حب الله متابعة هذا الرسول، وأن كل أمور مسدودة إلا طريقا رائدها محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، أصدقكم القول ومصارحكم، وبين قوسين الرائد لا يكذب أهله، إن زعمتم من رواد هذه الأمة قال أنني في هذا المقام أخاطبكم. أيها الأخوة، أصدقكم القول ومصارحكم، مصارحة قد تكون مرة لكن يجب أن نصارح أنفسنا بها. نحن نعاني من خلل في علاقتنا القلبية والوجدانية بالرسول صلى الله عليه وسلم. أقول لطلبتي في طلبة كثير من المرات، ألستم معي أننا حين تتعلق قلوبنا بشخص ونحبه محبة بالغة مجرد ذكر اسمه يحرك المشاعر؟ ذكرت نوبدا من الأمور التي يفترض أن ذكرها يؤز الإنسان ويحفزه يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنت قد بدأت بشيء فاتني أنبه على نقطة بالغة هامة، قلت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته كانت دعوته شاملة، وأن أي إنسان يدرس هذه السيرة يجد فيها محل القدوة. فهو عليه الصلاة والسلام كان قائد جيش، فالقادة العسكريون يجدون فيه القدوة، وكان رئيس دولة، أي رئيس دولة يريد قدوة يجد في سيرته القدوة، وكان زوجا، وكان أبا، وكان إنسانا، وكان جارا، وكان إماما في الصلاة، وكان معلما، وكان مربيا. فكل إنسان، أي إنسان لو يقرأ السيرة يجد في سيرته محل القدوة. لذلك مما يعاب على بعض الناس وبعضهم يتعمد التدليس والتلبيس وقلب الحقائق وإفراغ المفاهيم من مضاربها ليغالط الناس. تسمعون هذه المصطلحات، الإسلام السياسي، الإسلام المعتدل، وهي كلها من أباطيل المبدلين والمحرفين والمبدلين للأسماء ومضاربها. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بإسلام شامل لكل مناحي الحياة، لكل مجالات الحياة، فلا يوجد إسلام اقتصادي وإسلام سياسي وإسلام ثقافي وروحي وهكذا. كذلك لا يوجد إسلام معتدل وإسلام متطرف، التطرف ليس من طبيعة الإسلام أصلا، إما إسلام بمعنى إما اعتداد أو غلو إفراط أو تفريط، فهذا المعنى المذكور في سيرته عليه الصلاة والسلام. نستشف بسيرته منهجه في التعامل مع النفس وفي التعامل مع الآخر، في التعامل مع الخصوم وفي التعامل مع الأعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا استطاع أن يستوعب أصحابه ويستوعب الناس جميعا، حتى إن أعداءه يقرون له إياه. غير أنني حتى قبل أن أختم
أحب أن أذكر نفسي وإياكم بشيء ذي بالغ الأهمية. نستفيد من سيرته كما قلنا منهج التربية ومنهج الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أريد أن يكسر الأصنام ويرسل نفسه صنما تطابق وإذا يدعو الناس إلى التوحيد وإلى تجريد التوحيد في نفوسهم وواقعهم. وإذا صلى الله عليه وسلم لكي يربي جيلا يراعي فيه الفروق الفردية. هو يعلم صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان هو نسيج واحد نسيج وحده، وأنهما بعدا لكي يصنع من أصحابه نسخا طبقا الأصلي من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تعامل معهم على عملاتهم، على ما فيهم، على ما لهم عليهم. كل ما هنالك كان يحرص على أن يفتق طاقاته ويضع كل واحد في موضعه وفي مكانه، فيكون قوة للقادة والمربين كيف يسوسون النفوس، كيف يوجهونها. شخص أحسن يحسن أن يخطب كالناس، ترشحه الانتخابات يصير شيخ بلدية فيسوء حاله، أنت من فتنه. وكل يسر الله لقلب عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر حين سأله الإمارة إنك رجل ضعيف، ويختار أسامة بن زيد ليكون قائدا على جيش يلتفت وراءه فيرى الصديق ويرى خالد بن الوليد ويرى سعدا ويرى القعقاع وغير هؤلاء من هؤلاء الجبال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي القيادات، كان يربي القيادات فكرية وعلمية وعسكرية وغيرها، كان يعد جيلا قائدا أنه يعلم أنه لن يخلد في الأرض، فلابد أن يعد هذا الجيل ليواصل الدرب وليشيع أنوار هذه الرسالة. لذلك لاحظوا كيف أنه حتى وهو يجيبهم عن تساؤلاتهم يعلمهم منهج الاجتهاد بالرأي وكيف يقيسون. وما حديث المرأة الخطعانية عن كل بعيد حين سألته هل يجزئها أن تنوب عن أبيها في الحج، فما قال لها يجزئك يجزئه أو لا يجزئه، بل قال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته فكان ذلك يجزئه؟ قالت نعم. قال فعن أبيك فحجي أو فدين الله أحق بالقضاء. قاس دين الله على دين العباد في إجراء النيابة. وكذلك حديث غير القطعانية قاس القبلة في رمضان على المرمضة في عدم التأثير على الصيام. يعلم أصحابه كيف يجتهدون. بما تقضي معاذ إذا عرض لك قضاء؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي لا آكو. ضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله، أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصل في كثير من أبواب الأصول كما هو معلوم. أيها الأخوة، كان يربي القيادات، ما كان يربي جنودا يحسنون الطاعة والامتثال، نعم سيدي نعم يا مولاي، أو جنودا يحسنون التنفيذ وتلقي الأوامر. كان يعد قيادات، كان يربي قيادات. وهذا الذي أدى إلى خلل كثير في القرون اللاحقة، إذ كان القائد وكان الزعيم يربي فئة من الناس، لكن لم ينجح كما نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعداد قادة يتابعون المسير من بعده. بل إن بعضهم تحت الأضواء الكاشفة صار في ذاته صلبا وهو يتحرك بكسر الأصنام، فصار الناس يغلون في حبه وفي ولائهم له، وجعل ذاته هي المحور التي يطوف حولها من حوله، فكانت دعوته عارية عن التوفيق وعن السلام. أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى مدارسة سيرته لنقف على أهمية البعد الروحي
في حياة المسلم وفي حياة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. أختم فأقول: لا يسرني ولا يعجبني أن أسمع الناس يقولون فلان من الداعية، فلان من الدعاة، وكأن الدعوة صارت حرفة يحتكرها بعض الناس. أيها الأخوة، أيها الأخوات، أنتم الذين أمامي وأنتم الذين أمامي، كلكم بلا استثناء دعاة إلى الله. لماذا؟ لأنهم أتباع رسول الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنتم دعاة إلى الله من موقعكم وبحسب إمكاناتكم وطاقاتكم، فلا تتعاملوا مع هذه المفردة على أنها خاصة بفئة من الناس. فكلمة الداعية والعالم هذه المفردات التي شغلنا بها أنفسنا ضيعتنا في متاهات وفوتت علينا التبصر بالحقائق وبصواب المسميات التي نطلب عليها أسماء أحيانا في غير موقعها. وأسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا أن يمن علينا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما اختارنا لنكون من أتباعه في الدنيا. وبارك الله فيك. شكرا جزيلا للأستاذ أبو حذيفة عبد الكريم، نعم، الذي صال بنا وجال في موضوع ثري. احسبوا أنه كان يتكلم من أعماق قلبه حول حاجة العالم إلى مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال جملة من التساؤلات التي طرحها والتي أجاب عنها. فقد تحدث الأستاذ عن حاجة العالم إلى رجل صاحب منهج، والرجل صاحب المنهج تحدث أنه يتحلى بصفتين: ورجل موحى إليه، ورجل صاحب قلب رحيم ليقود هذه الإنسانية بوحي وبرحمة تقترن الرحمة بهذا الوحي. ثم تكلم بعد ذلك عن أساليب العلماء في كتابة سيرة هذا الرجل صاحب المنهج، وتساءل لماذا ندرس السيرة ونكتب السيرة والعلماء أصناف في كتابة السيرة، منهم من كتب في المغازي، من كتب في الشمائل كما ذكر، منهم من كتب في الدلائل إلى غير ذلك. وكانت لهم أغراض ومقاصد يهدفون من ورائها إلى البحث عن دلائل النبوة من خلال سيرة وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يدلل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فليرجع يدرس السيرة كما أورد الأستاذ، وكذلك لفهم القرآن الكريم لأنه هو المفسر وهو الشارح للقرآن الكريم، وكذلك الوقوف على وهو الأساس، كذلك الوقوف على منهجيته وطريقته في تربيته لأصحابه وصناعته للجيل الأول الذي حمل لواء الدعوة وزرعها في العالم ودع العالم أسمع إلى هذه الرسالة العظيمة. وتساءل قبل أن يختم عن الخلل الواقع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بين الشعور الموجود في ذواتنا وفي قلوبنا وفي روعنا تجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الخلل الذي يجب أن يعالج من خلال رجوع إلى السيرة النبوية الشريفة. أشكر الأستاذ أبو حذيفة شكرا جزيلا على محاضرته وعلى ما قدمه. والآن نمر إلى نشاط بين محاضرتين، نشاط أو حوار حول النبي صلى الله عليه وسلم، بنات الصغار الثلاثة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد أخبرتني صديقتي بأنكما تعرفان الكثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وماذا؟ صلوا على رسول الله.
نعم، وماذا تودين أن تعرفي؟ أخبريني بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب أكمل يا حفصة بن فيه بن مالك بن بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مظهر بن نزار بن مات بن عدنان. من هي أمه؟ أمه آمنة بنت وهب. ومن هو جده؟ جده عبد المطلب. ومن هي مرضعته؟ مرضعته حليمة السعدية. أريد أن... ومن هو عمه؟ عمه أبو طالب. أريد أن أعرف أريد أن أعرف أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من الذكور فهم القاسم عبد الله وإبراهيم. أما من الجينات فهن زينب وقية أم كلثوم وفاطمة. بارك الله فيكما، لقد أفدتماني كثيرا. وفيك بارك الله. الآن إن شاء الله مع أنشودة براعم الصغار. يا رسول الله، أين البراعم؟ برعومات، تفضلنا بنياتي. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله، يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. وسط أعادينا لرسول الله، يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا، يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق لرسول الله يا رسول الله وقدوتنا.
العزيز أستاذ الفقه وأصول جامعة الأمير عبد القادر في مداخلة أو ورقة بعنوان أدب المؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أستاذي إلى المنصة مشكورا مأجورا. وعلى آله وأصحابه التابعين. أحمد الله تعالى إليكم أن أكرمنا بهذه الجلسة، وأشكر الإخوة الفاضل من شعبة الحاروش وجميع العلماء المسلمين الجزائريين الذين شرفوني بالمشاركة معكم في هذا الاحتفال المبارك بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأخ الأستاذ أبو حذيفة جزا الله خير الذي تحدث عن سمعنا بما ذكره عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإشعاع نور الداعي للشريعة جمعاء، ومن تواضعه صدر به كلمته وما تكلم به عن المتحدث إليكم وما أثنى به، وإلا من حقيقة هو أكبر مني وأسبق مني في طلب العلم، فهو من طلاب جامعة الإمام عبد القادر الدفعة الثالثة، ومحدثكم الدفعة الرابعة هو أسبق مني، ونال شرف التلميذ على سيرة الشيخ محمد الغزالي سنتين، فقد درسهم في السنة الأولى علوم القرآن وفي السنة الثانية تفسير موضوعي، ونحن درسنا عدة علوم القرآن ثلاثة في السنة الموالية الشيخ الغزالي رحمه الله قد سافر، وكذلك الشيخ أبو حذيفة حظي بالتتبع على بعض أعلام جامعة الأمير عبد القادر الذين قد لحقناهم، فمثلا في العقيدة درسنا الشيخ العالم الكبير نجارة تونس وجد النجار، وفي دورنا كان مطرحاً درسنا كذلك السيرة الأستاذ البارع الرفاعي بمصر، ونحن لما استرحت السنة الأولى حتى فالحقيقة هو أكبر وأسبق، وكذلك هو حظي ببعض الشيوخ الفاضل الذين علمنا بهم، نسأل الله تعالى أن يبارك في علمهم وفي أعطائهم. وأما أنه قدم في الكلام فهذا قضاء الله الذي طلبه له، والكلام دوما يثبت في النفوس أوله وبعد ذلك العقول تكل والنفوس تمل، والأول والثاني ثاني، وأن لا نحتاج إلى جهد مضاعف لاسترجاع عقولكم وقلوبكم، نسأل الله تعالى أن يكفينا من ذلك ويرزقنا من القبول الحسن. الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله في إحدى مقالاته عن المولد النبوي والاحتفال به قال: لم أجد أبلغ من قرب شوقي ولد المصطفى في الكائنات وياه وفي الزمان تبسم وسلام، وقال: لم أجد أبرع من كلمة شوقي وهو يعبر عن فضل البعثة المحمدية على البشرية في العالم، فالعالم كله في الخير والعالم كله في السرور والعالم كله في ضياء والعالم كله في سلام بميلاد هذا الإنسان العظيم سيد الأولين والآخرين. ولذلك ينبغي أن يكون حمدنا لهذه النعمة العظيمة وثناؤنا على هذه المنة الكبيرة، فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم نعمة، بل هي مدة حسب المصطلح القرآني، لقد من الله على المؤمنين من أعظم العطية لهذه البشرية لهذه الأمة الإسلامية، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وكانوا مكرما في طريقهم. هذه النعمة المحمدية في شكرها، وشكرها يتجلى بعدة أفعال،
وينضم تحته عدة سلوكات، أهمها أن يكون المؤمن متأدبا مع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والأدب مع رسول الله كثيرة، والأدب مع رسول الله متنوعة صلى الله عليه وسلم. وإنما في هذه الكلمة أذكر أدبا للشيخين مما نبهنا إليهما خالقه ومكونه ومصوره ومرسله وهو رب العالمين جل جلاله، فإنه لا يعلم قدر رسول الله إلا من أرسله، ولا يعلم حقيقة منزلة رسول الله إلا من بعثه وهو ربنا جل جلاله. ولذلك اليوم نتذكر بعض الآداب التي نص عليها ربنا جل جلاله في القرآن الكريم، وأعني بذلك ما ذكره في سورة الحجرات في صدر الشرح، إنما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تهتدون. إن المؤمنين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يبايعونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه آيات مباركات من سورة الحجرات ينبه الله تعالى المؤمنين إلى أدب من الآداب التي ينبغي أن يصطبروا بها إزار رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رفع الصوت عليه. وهذه الآية من العجائب حيث فعلت أجرا عظيما على خفض الصوت، فهي من الآيات التي تتحدث عن أدب من أدابه من نحو رسول الله، وتتكلم كذلك على أدب من أدب اللسان. تعلمون أن في الشريعة أدب البصر، أدب السمع، اللسان، الجوارح، هذه تكلمت عن أدب من أدب اللسان، وشفعته لأجل العظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم أجر لهم مغفرة وأجر عظيم. أجر عظيم على أدب من أدب اللسان، وهذا يهيئنا للانتباه كثيرا بدقة لألسنتنا، فأحيانا اللسان يرتقي بك إلى أعلى الدرجات وتحصل من ورائه أعظم الحسنات، وأحيانا والعياذ بالله ينزل بك إلى الدرك الأسفل من النار، فكلمة الكفر تقذف بالإنسان في النار، وكلمة الشهادة تدخله الجنة. وأن يخفض صوته إزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بها أجرا، ليس أجرا أجرا عظيما. هذه الآيات لما نزلت على الصحابة رضوان الله عليهم فعلت فعلها وأوجعت بعضهم، منهم الصاحبان والشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. يروي البخاري في صحيحه وغيره أن الشيخين أبو بكر وعمر تجادلا بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حول شخص قيادة قبيلة بني عمرو. أبو بكر اقترح أن أقع بن حابس، وعمر اقترح شخصا آخر، وتجادل
بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفع صوته في فلما نزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال أبو بكر أنا المعني بالآية قد نزلت فيه يعني رفعت صوتي في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر أنا المعني بهذه الآية لأني قد رفعت صوتي في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فكان أبو بكر إذا كلم النبي عليه الصلاة والسلام يخفض صوته خفضا شديدا بحيث كما قاله نفسه قال والذي أنزل عليه الكتاب لا أخاطبك إلا كأخي السراب أخي السراب أي كمن يخاطب الآخر بسره فيخفض صوته خفضا شديدا فصار أبو بكر إذا حدث النبي عليه الصلاة والسلام يخفض صوته خفضا شديدا وصار عمر يخفض خفضا أشد حتى يضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفهمه ماذا قلت ماذا قلت لشدة خفض أصواته عنده صلى الله عليه وسلم وأما الذي توجع أشد التوجع من هذه الآية فهو قيس بن ثابت ابن شماس الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه فلما سمع الآية احتبس في بيته واعتزل الخروج وقال إني من أهل النار إني من أهل النار فلما افتقده النبي عليه الصلاة والسلام سأل ما بال ثابت أي يشتكي يعني هو مريض غاب عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فتفقد به وهكذا عادته صلى الله عليه وسلم أن يتفقد أصحابه فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه قال له يا رسول الله إنه جاهل وما علمت أنه اشتكى هو جاهل ما سمعت من مريض قال سأتيك بخبره فلما رجع سعد إلى بيته ذهب إلى ثابت بن قيس بن شماس وسأله قال إن رسول الله يسأل عنه قال له إني من أهل النار قال له إني من أهل النار فكيف يجلس مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فرجع سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قاله ثابت بن قيس فقال له بل هو من أهل الجنة بل هو من أهل الجنة هذا الصحابي الجليل لماذا تأثر كل هذا التأثر بهذه الآية؟ لأن ثابت رضي الله عنه هو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسس الدولة، الدولة لها رجال كما كان عند العرب. فكان خطيب شيخ القبيلة، وكان شعراء شيخ القبيلة. يعني الخطيب هو باصطلاحات الحكومة المدنية المعاصرة الناطق الرسمي باسم الدولة. عند العرب الجاهلية قال هذا خطيب شيخ القبيلة، يعني هو الذي يكلفه بإلقاء كلمات. وكان إن صح التعبير وزارة الإعلام والدعاية الشعراء. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسس دولته كان له خطيب. وهو قيس بن ثابت بن شماس. رضي الله عنه لأنه صاحب صوت قوي وجميل وشعراء كثر حسان بن ثابت عبد الله بن رواحه فثابت بن قيس لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال أنا مقصود هو يقف فوق رأس رسول الله ويصيح يبلغ الوفود ما يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغه فمن فيما نزلت آية قال نزلت فيه أنا الذي أقف فوق رأس رسول الله وأصيح والآية تقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له قال أنا موجود لكن النبي عليه الصلاة والسلام صحح له قال أنت لست من أهل النار ولا أنت من أهل الجنة هذه الآية خطيرة خطيرة نحن طبعا نمر عليها ببساطة
ولكن العرب لما تقرأ هذه الآية أن تحبط نحن ماذا نفهم من أن تحبط؟ أن تبطل العرب تفهم غير هذا الحبوط والحبط معناه أعمق. يقولون حبطت الناقة لحبطت وزنها من الفريحة كلاما صحيح. حبطت الناقة لحبطت لما تأكل بعض النباتات السامة فتنتفخ بطنها تتورم وهي في تشرف على الهلاك. ولكن الذي يراه يقول لا ما شاء الله إنها تسمن وهي لا قد أكلت نباتا خطيرا سوف يهلكها فيقول حبطت الناقة. ومن هنا أخذ العرب عند المثل يقول استسمن ذا ضرر إن وحده انتفاخ لمرض ولم يكن ما شاء الله فلان إلا تسمينا بسم الله أو سرطان أو رأيت استسمن ذا ورم هذا الغر وساذج في التفكير الذي لا يميز. فالصحابة لما قرأوا هذه الآية أن تحبط أعمالهم خطيرة جدا ضربت في السماء. يعني ثابت ماذا قال؟ قال الذي أقف فوق رأس رسول الله وأصيح وأخطب وأبلغ الناس وأظن أني أحسن صنعا بينما أنا في الحقيقة يزداد غضب الله علي. أنا الذي كنت أظن أني أنافع عن هذا الدين فإذا بالعكس إن الله يغضب مني ضرب مفجع. كما الإنسان اشترى قطعة أرض وتعب في بناء البيت وأتقنه وأحسنه ولما تم البناء يأتي واحد يقول لا هذه الأرض لا تصلح هذه الأرض منجرفة سيسقط البناء قد أضعت وقتك. فهم أحسوا بهذه المرارة ولذلك كان هذا التأثر من ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. ثم ذكر الله بعد ذلك بعض الأقوام إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي هذا القائد لم يدخل إلى بيته عند المعمل مشغول بأمور وما يحتاج إلى الراحة لا تذهبوا وتزعجوا وهو سيخرج بعد إلى الصلاة فإن احتجت شيئا أو تريد أن يقضي لك أمرا فإنه سيخرج. فليس من العقل أن تقطع عليه خلوته وأن تزعجه في وقت راحته. ومع ذلك إن الله تعالى ملكه في الأخير إن الله غفور رحيم. هذا إذا الأدب من الآداب التي نص عليها القرآن الكريم أن لا نرفع صوتنا فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الفقهاء يقولون رفع الصوت حرام الملكية حرام. يقول سيدي خليفة مختصر في الخصائص قبل النكاح وخص ثم يقول حرمت يذكر إلا المحرمات ورفع الصوت عليه ولدائه من وراء الكفرات وباسمه هذا من المحرمات الفقه المالك رفع الصوت عليه نداء فوق الحجرات ونداء باسمه يا محمد فلا بد يا رسول الله ويا لم يطا او محمد فتضاف لها الصلوات يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا حكم فقهي يحرم على الانسان ان يرفع صوته على رسول الله وهو الذي يدور على الحجرات. من اين اخذ هذا الحكم الفقهي؟ اخذ من الايه الكريمه. لا شك انكم تتساءلون وقد وصل هذا السؤال كيف نطبق هذه الآية اليوم؟ ما حظنا من هذه الآية؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أنعم الله عليهم بصحبة رسول الله اكتحلت عيونهم بالنظر إليه وطيبت آذانهم بسماع صوته هنيئا لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن الأمة اللاحقة وأمة الإجابة كما قال الشيخ أبو الفضيل ما حظنا من هذه الآية الكريمة كيف نطبق لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
العلماء يقولون حظنا هذه الآية تتجلى في موطن الإسلام، موطن الإسلام طبق فيه ما يتجلى. الموطن الأول لما نذهب إلى الحجاز، نذهب إلى الحجاز وندخل المسجد النبوي الشريف ونقف بميزان الكبرى الشريف، الناس في رفع الحج يزور النبي عليه الصلاة والسلام، وبالمناسبة الأفضل أن يجعل الإنسان الزيارة هي الأخيرة، يعني لو أن الإنسان مثلا سيسافر إلى المملكة العربية السعودية للحج أو للعمرة، فالأحسن والأفضل له أن يذهب إلى مكة أولا، يقوم بمناسك الحج أو العمرة إذا كان معتمرا، ولما يفرغ يذهب إلى المدينة المنورة فيختار الطائرة الرحلة التي تبدأ بمكة، لأن مناسك الحج كلها في مكة، المدينة ليس فيها أي منسك من مناسك الحج، لكن أي منسك الطواف، السعي إلى الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، رمي الجمرات في منى، التحلل كله في مكة، لا يوجد أي شعيرة من شعائر الحج في المدينة المنورة، المدينة فقط زيارة، زيارة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه وتحصيل فرض الصلاة في المسجد. أما المناسك الحج ومثل العمرة، عمرة الطواف والسعي والتحلل كله في مكة، لذلك الأفضل الإنسان يبدأ بمكة فيفرغ من الواجبات المترتبة عليه في هذا المكان، فيذهب إلى المدينة وهو مرتاح لها. أما لو يبدأ بمكة كما يحدث للحجاج يبقى ذهنه دوما مشغول، يكتب عن مكة، يكتب عن طوب، يكتب عن يسعى، يكتب. فلا تتم سعادته بالإقامة في المدينة المنورة، وذلك الأفضل يؤدي المناسك سواء كان معتمرا أو كان حاجا، ثم يختم بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يصل إلى المدينة المنورة طبعا، ماذا يفعل؟ يذهب أولا ويحسن من هيئته، ويحسن من هيئته، لأنه بين مكة والمدينة برابة 500 كيلومتر، 500 كيلومتر، والرحلة في الحافلة، والإنسان يكون متعب مرهق، ربما روائح كريهة من بدنه كالعرق، غبار وعثاء السفر. بعض الناس يظن أنه من الأدب، من الأدب أنه إذا وصل إلى المدينة المنورة أن يذهب مباشرة إلى المسجد، لا، ليس الأدب أن تذهب إلى الفندق وتحسن من حالك ومن هيئتك ومن ثيابك ومن رائحتك ومن زيك، ثم تذهب وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما فهمناه من حادثة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء وفد عبد القيس، جاءوا يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصلوا هرعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، يقبلوه ويسلموا عليه ويبايعوه، كل هذا الوفد، إلا أصغرهم سنا، شمس الأشج، أشج عبد القيس، هذا ما هرع معه، بل توقف وأناخ الإبل، قعد النوح، لأنهم كنزوا معه وخلوا النوح تحت ثيابه، فهو أناخ الإبل، ثم عقلها، ربطها، ثم جمع متاع القوم التي كانت على الرواح، ثيابه، قشره، لمه، ثم ذهب إلى بطن الوادي وقد أخذ ثيابه وظيفة قد أعدها، فاغتسل في الوادي ثم لبس تلك الثياب النظيفة، ثم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إن فيك خصلتين أحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات، إن فيك خصلتين أحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. وفي رواية: هل هما من كسبي أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت الله عليهما. فقال: الحمد لله جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. فحسب هذا الحديث بسياقه
لما مدح ما فعل هذا الشيخ ومدح ما فعل أولئك القوم، مدح ما فعل هذا الشيخ. ولذلك الإنسان ما يصل المدينة يجي العاطفة والمحبة وتجيش محبة الفساد ويريد أن يسارع مسجد له لك إذا الشقة التي استأجرتها أحسن من هيئتك، أحسن من ثيابك، أحسن من رائحتك، ثم بعد ذلك إذا إلى المسجد النبوي. لم يذهب ماذا يفعل كذلك؟ لا يبدأ مباشرة بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يبدأ بتحية المسجد، تحية المسجد، يسلم على رب المسجد قبل أن يسلم على رسول رب المسجد، ويحاول أن يصلي في ذلك المربع الذي يسمى الروضة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرج له مالك في الموطا والتقاري والمسلم وغيرهما، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فيحرص أن يصلي منه وإن كان سيجد زحاما واصطفافا من الناس، لكن يدعو لعل الله تعالى ان يسرع. وكيف يعرف السجادة؟ لأن السجادة أصلا مميز في السعودية عن هذه الروضة حيث يريد الازدحام، فيصلي ركعتين. بعدما يصلي ركعتين يذهب ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي تطبيق هذا الأدب، تطبيق هذه المطلوبة التي الله عليه وسلم. فحينما تذهب تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هل تظن أنك الوحيد؟ لا، ازدحام كبير جدا. وأذكر لما حجيت في 2005 لأن هم تغير الترتيب، لكن وقتها كان وقت الرجال والنساء مضبوط، فكان يخلون النساء يدخلون العشرة هو 12، فيمنع الرجال من الدخول، لكن نقول احنا في المسجد ونسمع أصواتهم، فيكونوا حاطين حاجز مثل باريال، ثم الشرطة السعودية تسحب الحاجز وتهجم النساء يا محمد وازدحام أمام الله. نحن من وراء الحجرات من وراء نسمع أصوات دورنا يركض ممكن تجري ممكن تطيع ممكن تعكر. فتصور كيف سيكون حاله هناك، والرجال ليسوا أحسن حالا، والرجال ليسوا أحسن حالا، فتجد زحاما. وتعرفوا زحاما هذا يدزز وهذا يحب يسبق، فلا بد هناك أن يتحلى الإنسان ما وصف النبي الأشج أن تكون صاحب حلم وأنات، لأنه تعرف أن الجزائريين عن الحلم والأنات كثيرة، وتجد أنهم ينفعون يضرب بالنفق، من يجيب ذنبية في الهبال ويسقط رأيتها. فهناك تحتاج إلى أن ترفع صوتك، هناك تريد عين تنسى خصوصية المكان، بعد بلاستيك كذا لا انتبه على خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه النص لا ترفعوا. ولذلك الحكومة السعودية حطت في بطاقة كبيرة خضراء فوق القبر، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تفلحون. بطاقة خضراء كبيرة في هذه الآية، لأنهم يعلمون أن الناس هناك بشدة الزحام ربما يخلون بهذا الأدب. وأحيانا من يستفزك الشرطة السعودية، أحيانا شكون اللي يستفز الشرطة السعودية؟ يعني يشوفوا الناس هاجمين وربما كاين خلاف مذهبي يعتقدون هذا الشرك ولا بدعة، تجدهم يصب أنا والله سمعت بأذني قالوا بعد يا حمار يا حيوان، ووراءه رسول الله متحاضر روح يا حمار يا حيوان، ووراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهنا قد تستفز إما من الغرباء والناس المتدافعة وإما من الشرطة، والسعودية تختار هناك أناس غلاظ، لأنهم لو اختاروا ناس طيبين أي مشكلة كذلك، أو لو اختاروا ناس طيبين سامحين أي مشكلة، تلقاه لاصق في الشباك وما يحبش إنه يشوفهم ما يحبش يدخل. مرة واحد شريك جثة وصل في الشباك ربعا ما قدروش يحكيو مشكلة، فيختارون شرطة غليظة
نجمة يصل الناس الذين لو لهم القوة، لكن هذا قد يستفزك، انتبه، تذكر أنك لا ترفع صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يقولون لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل أمامه هو نفسه، ما تغير شيء. الجسد هو الجسد والروح هي الروح. قال صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة أفضل أيام فيه ولد آدم وفيه رضا من الجنة وفيه تكتب عليه وفيه تقوم الساعة وفيه تكون الصعقة وفيه تكون الصيحة فأكثر فيه علي من الصلاة يوم. فقال له بعضهم: يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت البيت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موضع الشاهد: إن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض. ما تقولون الذوبش أجسامهم، عندهمش الدوب، أجسامهم تبقى محفوظة. والحديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنة. إذا فأنت حينما تقف أمام الحجرة، الرسول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الجسد هو الجسد، والروح كذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا ورد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. فأنت حينما تقول السلام عليك يا رسول الله، أنت أمامه، الجسد هو الجسد والروح هي الروح. ومن ثم يأتي هذا الألم: لا ترفع أصواتك فوق صوت الرسول، فالرسول حاضر صلى الله عليه وسلم بجسده كما هو حاضر بروحه. هذا إذا هذا الألم. طبعا بعدما نصل إلى الشباك نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نمشي قوة إلى جهة اليمين نسلم على صاحب أبي بكر، ثم نخلق قوة إلى اليمين على عمر بن الخطاب، ثم نستقبل القبلة وندعو ما شاء الله ونذكر من طلب منه. هذا هو الأدب الأول. إذا الاحترام أدب عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في السنة وثابت من فعل الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال: كنت جالسا في المسجد فإذا برجل يحصمني، وجدت حجر سائر وحده حجر سائر، فالتفت فإذا به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته، فقال له: ادع لي هذا الرجل الناس في المسجد يرفعان صوته. فقال عمر السائب عمر فجاء فقال: من انتما او من اي بلاد انتما؟ قالوا له: نحن من الطائف، يعني من المدينه. فقال: والله لو كنتما منها المدينه لاوجعتما، يعني دفعتكم طائف، ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله بقيت الحرمة حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بل إمام مالك أصل إليها. جاءه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي معروف السفاح، وصار يناقش مالك ويجادل بصوت مرتفع في المسجد، فقال له: مالك يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك، إنك في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله قد أدب أقوامه. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم بقول كجهل بعضكم لبعض. ومدح قومه فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى. وذم أقواما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فسكن أبو جعفر المسلم. صلاح حسين عمر بن الخطاب زجر أولئك الذين رفعوا أصواتهم في مسجد رسول الله. ومالك رحمه الله زجر الخليفة العباسي المشهور بجبروته، وقال له في الأخير: إن حرمته ميتا كحرمته. ومر مالك لما كثر عليه الطلاب في مجلس الحديث وهو يقرأ الموطأ، قيل له: لما لا تتخذه مستمليا، يعني أنت تقرأ الطالب صح صوت قوي يعين ما قرأته، يعيد ما أبيته، يعيد ما حدثت به،
فقال له مالك رحمه الله: إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله على خطوات منه، فكيف أتخذ رجلا يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقال نفس الجملة التي قالها لأبي جعفر المنصور، قال: وإن حرمته بالفتن كحرمته حي. هذا إذا أول أدب نطبق هذه الآية الكريمة عنده. الأدب الثاني عند حديثه صلى الله عليه وسلم، حينما نسمع حديثه مثلا نقرأ حديث ويكون مشعلين في التلفاز، لاحظوا كثيرا يشعلون التلفاز في البيوت ثم يتكلمون يخوضون ويصيحون سواء في القرآن أو في الحديث، هذا ما يبقى. بل القرآن إذا وضع يسمع له، إذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا، وحديث رسول الله كذلك. العلماء قالوا إن رفع الصوت كما يحرم عند رسول الله يحرم كذلك عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المحدث يتحدث ويروي الحديث فينبغي على بقية الرسول، وحتى بعض طلاب العلم الذين يعرفون الأستاذ يقرأ الحديث ويقاطع بالصوت حتى يكمل الحديث، لما يكمل الحديث عندها بعد ذلك فاسأل كما شئت. أما المقاطعة وقت الحديث فهذا ليس من الأدب. أحد كبار علماء الحديث أبو طاهر السلفي رحمه الله وقد بلغ 100 سنة وكان يجلس للحديث لا يرفق ولا يدخل ولا يغير جلسته، قاعد على ركبه بلغ 100 سنة صوت الكعب. كان مرة في مجلس حديثي فحضر سلطان مصر، حضر سلطان مصر يحضر مجلس لتسميع الحديث، ومعه أخوه السلطان ومعه، والشيخ أبو طاهر يقرأ حديث رسول الله. فصار السلطان يتحدث مع أخوه، والإمام أبو طاهر فغضب منه السلطان فقال: إيش هذا؟ وإيش تبع عربي؟ إيش هذا؟ محدث عن رسول الله وتتحدثان؟ فانزجر سلطان وأخوه. فلاحظوا كيف الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله كحياته صلى الله عليه وسلم. والعلماء هنا طبعا لهم قصص كثيرة في تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب عند حديثه وعدم الخشوع عند ذكره صلى الله عليه وسلم. قصص لا ينتهي منها عجبا. عبد الله بن مبارك يقول: حضرت مجلس مالك في الحديث فرأيت منه عجبا، صار وجهه يتمعر ويغضب ويسخر في أثناء المجلس وجهه يتمعر، فلما قضى المجلس سألته وقال: ما رأيت منك عجبا؟ قال: لقد دخلت عقرب تحت ردائي ولضغطني بضعة عشرة لدغة، وما رأت أن أنقطع تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العظم. ويروي المطرف تلميذه قال: كان الطلاب لما يأتي المالك في بيته تخرج له جارية خادمة تقول: أنتم طلاب الحديث أم طلاب المسائل؟ يعني تقرأوا الفقه المسائل وتقرأوا الحديث، فإن كانوا طلاب المسائل يخرج لهم مباشرة، إن كانوا طلاب الحديث يقول هذا خليل من الحجرة فيذهب إلى مغتسله ويغتسل ويتطيب بأصل ما عنده ويلبس أحسن ما عنده ويتعمل ويمشي جريته ويضع الطيرسان ويأمر بالدخول على الدخول في المجلس، وتوضع له منصة كرسي خاص بالحديث لا يدرس عنه إلا الحديث، وما زال هكذا إلى أن يفرغ مجلس الحديث. لذلك علماء الحديث يقول: ينبغي الابتداء بالإمام مالك عند التحديث. الإمام ابن الصلاح رحمه الله يتبع الحديث مقدمة ابن الصلاح يقول في أدب المحدث: وليقتدي بالإمام مالك رحمه الله تعالى بما رأه من شدة تبجيله وتفخيمه لحديث رسول الله. وجاء بعد الإمام النووي كذلك أكد في كتاب إرشاد طلاب العقائد فقال: فصل، وليقتدي المحدث بإمام أئمة مالك بن عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وعدد عددا من
من أدابه كيف كان يحدث وكيف كان يتعامل مع السنة، بل كان مالك من شدة تعظيمه للحديث لا يحدث وهو يمشي، فيحدث وهو يمشي. مرة سأله طالبه عبد الرحمن بن مهدي، ذهبت مع مالك إلى البقيع فسألته عن حديثي فنظر إليه غاضبا قال كنت أظنك أعقل منا، تسألني عن حديث رسول الله نحن نمشي؟ قال إما أن نجلس أو نذهب إلى البيت. وسأله مرة قاضي المجلس عن حديث ما هو يمشي، فأمر مالك بحبس القاضي كي يسلم القاضي، فقيل له يا إمام إنه القاضي، فقال القاضي أحق ما يقدمش ولازم تكفي. وسأله طالب آخر عمار بن عمار حديث ما هو يمشي، فأمر بجلده 20 صوتا ثم عطف عليه فحدثه 20 حديثا، فقال عمر ليته زادني في الصيام ويزيدني في الحديث. هذا كله أدب مالك مع الحديث جعله قدوة لأئمة الحديث حينما يجلسون للتحديث بسنة رسول الله أن يفعلوا كما فعل مالك رحمه الله تعالى. أكتفي بهذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا العمل بهذه الآية ومكرمنا برؤيته صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة وبعد الممات. تقبل الله منكم وجزاكم الله من مرات أخرى على هذه الدعوة الكريمة. وبارك الله فيكم. أشكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز على مداخلته ومحاضرته بهذه الخصومة بأدب المؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توقف عند أدبين: أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، أشكره بأنه علم الحاج الذي يزور المسجد النبوي الشريف كيف يزور المسجد ويتأدب معه عليه الصلاة والسلام، والأدب مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وضرب لنا أمثلة وعلى رأس الذين تأدبوا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله. فأشكرك سيدي الكريم شكرا جزيلا على ما قدمت، والآن سأفتح الباب للمناقشة، مناقشة المحاضرة الأولى والثانية في عجالة، من كان له أسئلة سواء السؤال مكتوب أو السؤال المباشر لأحد المشتغلين فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. قديما طبيعة الحال القرآن أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، صحيح كما ذكرت تلك المفردات توجد بعض المفردات حتى الصحابة وقفوا عندها وتساءلوا مثل هذه الكلمة وغيرها، ولكن على الجملة فالقرآن سمته العامة أنه كتاب بين واضح يفسر بعضه بعضا، وحتى من الصحابة يعني في جل الأحيان كانوا يفهمون ما يقرا عليه، واللغة العربية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي اللغة التي جاء بها التنزيل، وحتى ييسر الله سبحانه وتعالى على الناس تلقي هذا الكتاب وفهمه وحفظه أنزله الله تعالى على سبعة أحرف حتى جاء عهد عثمان رضي الله عنه وجمع القرآن بالصيغة المعروفة في كتب علوم القرآن وفي تاريخ القرآن الكريم. وأنت قد أثرت قضية اللغة العربية، فتقديسنا للعربية هو بأنها لغة الوحي، بل بمجرد أنها لغة القول، وهذا أيضا يضاف إلى قائمة تقصيرنا وتفريضنا، حتى إني لأزعم في كل مقام إن التقصير في تعلم العربية معصية، لأن على فهمها والدراية بها ولو بمستوى معين يتوقف فهم هذا الكتاب الذي أنزله الله أصلا من دبر آياته، فنحن مقصرون. الناس يصرخون في على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الطرقات وما إلى ذلك، يطالبون
حذف أو عدم استعمال اللغة الفرنسية وعدم تدريسها وما إلى ذلك وتعويضها بالإنجليزية. قلت في غير هذا المقام وددت لو أن الناس يقولون بدل من أن يشنوا حملة على لغة من اللغات مهما كانت كنت معهم في تقليص دورها وما إلى ذلك، كان حريا بهم أن يرفعوا الصوت بضرورة رد الاعتبار للغة العربية في مناهج التعليم وفي مختلف الميادين. فنحن مقصرون مفرطون في هذه اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من العرب وهو أفصح من نطق بلغة الضاد، ولا أدل على ذلك من أنه أوتي جوامع الكلم فقد يعبر عن المعاني الكثيرة بعبارة وجيزة صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من محل القدوة. هناك فيكي أثرت هذا الأمر لأن اللغة العربية في حقيقة جهد وجميع العلماء المسلمين من أهم ما تعلي الهمة في العناية به خدمة اللغة العربية، وبالتالي هذا من جملة ما نقصر فيه من جملة تفريطنا وتقصيرنا، وآن الأوان أن نرد الاعتبار لهذه اللغة في اهتماماتنا وفي برامجنا وأنشطتنا ومناهج التعليم في هذا البلد. إنه لمن الأمر المعيب الذي يصعب أن يطرح طالب سؤالاً فبالعامية نقول له تكلم بالعامية يقول لا أحسن، هذه مأساة في كل المقاييس. فنحن مفرطون ومقصرون بهذا تقصيرا بالغا بغض النظر عن تلك المفردات التي بدت غريبة غير واضحة واضحة الدلالة حتى عند الصحابة، إلا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين فيجب علينا أن نتعلم بالعربية ما نتدبر ما نستعمله في تدبر هذا الكتاب. بدون عربية لن تفهم القرآن. و يعني جزاك الله خيرا من أثرت الكلام في اللغة العربية فهي أهم وهي أهم. شكرا للأستاذ. أستاذ عبد العزيز هل لك من تعليق؟ ربما في بعض الأحيان سمحت بتعليق بسيط جدا، أن الكلمة في اللغة في القرآن الكريم تأتي حسب سياقات محددة. القرآن الكريم نزل بأساليب العرب، استعمل أسلوب العرب، وفي صورة نزول في هذه الآية الكلمة بالضبط، لماذا اختار هذه الكلمة عن غيرها؟ كلمة ضيزة كان من الممكن استعمال ظالما أو أي كلمة، لكنه استعمل هذه الكلمة. انظر إلى السياق الذي قبلها، فإن العرب قد استعملوا اسم ظالم عندما نسبوا البنات إلى الله ونسبوا الذكور إلى أنفسهم، فكان بمقتضى السياق أن يستعمل معهم هذه الكلمة الغريبة. هي كذلك سؤال للأستاذ عبد العزيز، بارك الله فيك شيخنا، من فضلك ما هي الأسس الصحيحة لتربية النشأ تربية قويمة في ظل المتغيرات والحالية في ظل المتغيرات الحالية؟ تفضل. لابد من غسل العقيدة، بدون عقيدة سنخسر. والخسارة التي نلحظها اليوم في شبابنا والانكسار الكبير هو بسبب غفلتنا عن العقيدة. دوماً حتى إذا جزاهم الله خير في المسجد في الدروس في الخطب ينبغي أن يعلو بالعقيدة،
إحياء العقيدة في قلوب الناس، الإيمان بالله وأثاره في سلوكه، الإيمان بالملائكة وأثاره في سلوكه، الإيمان بالأنبياء وأثاره في سلوكه، وهكذا. إذا اشتغلنا بأي شيء آخر وأضعنا هذا الأمر فإننا سنخسر. الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك الجيل الناجح، ذلك الجيل الفريد، سبب نجاحه كما يقول العلماء أنه عرفوا الآمر قبل الأمر، ونحن انعكس الأمر عندنا، عرفنا الأمر قبل الآمر، يعني عرفنا وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج والحرمة الكبائر، لكننا لا نعلم ولا نعرف ربنا. الصحابة قبل التشريع كانت ترسيخ في عقيدتهم في الله جل جلاله وفي اليوم الآخر، ومن ثم لما جاءت التشريعات وجاءت التحديات كان الأمر هينا عليهم، ونحن إنما صعب علينا الأمر لأننا عكسنا، اهتمنا ربما بالجانب الفقهي بالجانب الحديث بالجانب الجانب، وربما العقيدة من جانب الذي ليس هو جانب حي وإنما جانب نظري جدالي، مناقشة مع الفرق، مناقشة مع هذا نترك للمتخصصين، نترك للمتخصصين. أما درس العقيدة الواضحة نبدأ عن التفصيلات والتفريعات نترك للمتخصصين، الحية ندرسه ما سيتجلى في سلوكه، هذا أمر مهم جدا، وهو الذي ينبغي أن نعتني به وأن نبدأ به حتى يكون عند النشأ ناجح، وبعد ذلك يسهل التزام بالشريعة، وبعد ذلك يسهل تزكية نفوسهم، وبعد ذلك يسهل غرس الأخلاق الإسلامية في سلوكهم وفي حياتهم الدنيوية. كذلك السؤال الثالث، يعيب البعض على البعض غلوهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك غلو في حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإن كان فكيف ذلك؟ وما حكم بعض من يمدح وما يمدح به النبي عليه الصلاة والسلام كحبين نظر أو نائم؟ لا تعيش الذي يقول غلو، أين غلو؟ يعني كأن الذي يقول غلو كأن أمامه أبا بكر وفي بني عبد قيس، لأن الناس فعلوا، الناس فعلوا. يعني الغلو إذا تتكلمني على عهد الصحابة تجد العجب العجاب، ونحن دون ذلك بمراحل، مش كده قلت له أستاذ روح عندنا خلف العاطفة نحو رسول الله. والغلو هذا لا تعجب لما اسمع والدك كان غلو استغرب كأنه أبو بكر أمامه والله وين هذا يا ناس وراك معاشي وراك معاشي أطلق كلام وراك. الناس الآن غايمة، الناس الآن تايهة، الناس الآن رأي صارت المادية ملكت قلوبهم وربونهم وتصرفاتهم، أين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هو رسول الله قبل أن تطرح لي قضية الغلو؟ أين هو؟ هو مش موجود أصلا، حتى تقول يرى كيف غلو في محبته. هذا سؤال أحيانا أعتبره إلى إلهاء، إلهاء الناس عما ينفعون، وإلى أين هو الغلو؟ أنا هذا طرح السؤال حبذا يقول لي أعطيني مظهر من مظاهر الغلو. مثلا في مجتمعنا الجزائري أين هو هذا الغلو؟ أما اهدنا نظرا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم وهو يعطينا معيار من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتها تعرف انك تحب النبي ولا ما تحبه. يقول سياتي اقوام يود احدهم ان يراني بكل مالي، يعني عندك دار تفرط فيها، عندك تجاره تفرط فيها، عندك رصيد تفرط فيه، نشوف النبي. قال هؤلاء هم الذين وين هذا؟ هل يوجد هذا واحد عنده فيلا وعنده سيارات وعنده تشوف النبي نشوفه في الاخر ان شاء الله؟ انا والله السؤال الصغري في غلو في محبه ترى بين هو هذا يعني كي اجتمعنا اليوم وزعنا شويه تمرات وبعد غلو هذا. الصحابه كان يقدم احدهم صدره يقول يا رسول الله نحري دون نحرك، ابو دجان يقدم حما في احد والسهام ترتشف في صدره ويقول اخفض راسك يا رسول الله بابي انت وامي نحري دون نحرك. شو نقول له؟ نستغرق ناخذ السلام عليكم. شكرا لك يا ابو إضافة إلى ما قال الشيخ، قصة ثوبان الذي صار شاحب الوجه، أصفر الوجه، نحيف الجسم،
فحين يسألهم به العلة أو بعد ذلك يقول له أنه لا يتحمل غيابه عنه لفترة في الدنيا، ثم يذكر أنه سيصير إلى الفردوس مع النبيين وهو في مكان آخر، فلا يحتمل أن يتصور هذا البعد وما إلى ذلك، فكان شديد التعلق به صلى الله عليه وسلم. نحن نعاني جفافا في الوجدان، قحطا في العاطفة، نحن لا تدمع أعيننا عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، نفتقد تلك الجرعة من الشوق إليه، من الشوق إليه. فعندنا مشكلة في صلتنا العاطفية والقلبية بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولعل السائل يسأل عن شيء طريف أن يؤتى بهذا المثال الذي يعني كان هناك دولة تطرح أن يؤتى بعبارة أخرى كالاستغاثة أو يا رسول الله مدد أو شيء من هذا القبيل. على كل حال نحن بحاجة إلى رد الأمور إلى نصابها، فنحن كما ذكر شيخنا عبد العزيز نحن بعيدون بمراحل عن ما كان عليه سلفنا في صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقط فيما يتعلق إذا سمحتم شيخنا تكلم عن قضية رفع الصوت والتفكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، يضاف إلى هذا حتى نستكمل ونوظف هذا الأمر في زماننا التأدب مع ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، التأدب مع العلماء العاملين، أن نرفع الصوت بين أيديهم، أن نعرف لهم حقهم وقدرهم، ثم أرجع عودا على بدء أقول الغلو الذي كان عليه الصلاة والسلام يرفضه في حقه هو جعله صنما، تأليهه أو اتخاذه ربا، الغلو الذي يفضي بالإنسان إلى اعتقاد ربوبيته أو اتخاذه ربا كما فعل بنو إسرائيل مع عيسى عليه السلام، لا تقتلوني كما أقتلت النصارى المسيح ابن مريم، يقول للأعرابي هون عليك يا رجل إنما أنه امرأة كانت من مكة أو قريش كانت تأكل القديم، وكان يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتميز على أصحابه، وكان يتبسط مع أصحابه، ما نصب نفسه صنما بصولجان وبكرسي وبمكان مخصوص، والناس يلتفون حوله كما يلتف حول وتن أو شيء من هذا القبيل، ولكن هذا لم لا يتنافى مع شدة حبهم له وفرح حبهم له صلى الله عليه وسلم. شكرا. استمعينا بسؤال مباشر، تفضل بسؤال رفيق. بهذه المناسبة، مناسبة طرح هذا السؤال، من دلائل شدة حب بعض العلماء للنبي عليه الصلاة والسلام، الواحد فيهم قد يكتب في حياته أكثر من كتاب في السيرة، كأبي الحسن الندوي وغيره، حتى الكتب التي كتبت به ألفت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تفوق الحصر، ونجد عالما واحدا يؤلف كتابا تلو كتاب كلها في الصلاة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. والعرب قديما عندما تتعلق بشيء وتحبه وتهتم به تكثر من تسمياته من أسمائه، فحتى أكثر العلماء في أسماء الخيل وأسماء السيف وأسماء الأسد وما إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم صنف في سيرته أشكال وألوان وطرائق متعددة، وسلك العلماء مسالك شتى في التصنيف، وهذا يردنا إلى السؤال الذي طرح على شيخنا حول قضية تربية النشأ. تربية النشأ إلى جانب ترسيخ معاني ومعالم العقيدة الإسلامية في النفس، بحيث نجعل نربيهم على العقيدة كما عرضها القرآن وعرضتها السنة وخاصة القرآن الكريم، ونجعل تلك العقيدة تنمو فيهم وهم يتحركون بهذا الدين ويعيشون الإسلام في حياتهم.
مبتعدين عن التقعر والتنطع حتى لا تكون العقيدة علم كلام كلام نظري. فالصحابة عاشوا العقيدة ممارسة تربوا عليها وهم يتحركون بهذا الدين. إلى جانب هذا تربية النشء على السيرة النبوية. عندما يعتني هذا المجتمع بعض الناس يقولون أنتم ما تفعلونه بدعة، يعني يريدون منا أن نتعامل مع هذا اليوم كأنه كسائر الأيام لا حدث نمر عليه مرور الأيام، وهو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى شهد حلة جللا وهو مولد سيد الخلق الرحمة المهداة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف إزاء هذه المناسبة وقفة، نحن لا نحيي المناسبة هي لم تموت ولن تموت، إنما نحيي المناسبة ونحيي معانيها في نفوسنا ونقف معها وقفة لنراجع أحوالنا ولنرد نفوسنا إلى هذه المعاني. السيرة النبوية الكتب كما يقول علماؤنا من قديم لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. لا يوجد هناك شيء اسمه تكوين العصام في علوم الشريعة، لابد من تلقي العلم من صدور الرجال المتخصصين المحققين لذلك العلم، لابد من أن تقعد بين يدي المشايخ العلماء الذين تلقوا العلم من شيوخهم المحققين أيضا. أما أن تأخذ علوم الشريعة تتلقى السيرة وغيرها من كتاب كذا وكتاب كذا وخاصة في هذا الزمان فقد تتيه وقد تضيع. وما أحوج الناشئة لأن ننبههم على هذا، نبدأ بتوجيههم إلى قراءة كتبا وجيزة في البداية كخطوة أولى، كتبا جامعة تكون مختصرة واضحة بسيطة في متناول أيديهم يمكنهم أن يستوعبوها لنفتح شهيتهم على مدارسة السيرة، ثم ينتقلون إلى مستوى آخر إلى كتب تكون أوسع وبتوفيق من المشايخ الثقات في هذا الأمر. وكما قال أخونا رفيق توجد كتابات للمستشرقين ولأدعياء ما يسمى بالتنمير والحداثة والعقلانية وما ذلك، فلهم في هذا الكثير من الشطحات التي تجعل الناس يتيهون يلبسون على الناس ويلبسون عليهم الحق بالباطل. وبالتالي هذا الأمر لابد من التنبه له، لابد من التلقي عن المشايخ، ولابد من قراءة الكتب التي صنفها الناس الثقات ككتابات الحسن الذي الشيطان القنطري أيضا له في هذا كتابات جيدة، وخاصة أبو الحسن الذي رحمه الله له حتى كتب في السيرة وفي قصص الأنبياء خصصها عن الأطفال، فينبغي أن تدارس هذه الكتب في البيوت وفي المساجد. شكرا لك تفضل. طيب أستاذة متى يغيرنا القرآن؟ كيف ومتى يغيرنا القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كتاب الله جل جلاله وكتاب الله إليه كتاب الله إليه. هذه الجملة التي عندنا طبعاً هذا القرآن ليس رسالة الله للملائكة، إنها رسالة الله إليك ابن آدم وأيها الإنسان. أول خطوة حتى يغيرك القرآن أن تستحضر أنه كلام الله إليك. إليك هي رسالة الله لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فإن يخاطبك أنت عبد الله فلا تظن القرآن لغيرك هو لك بدارتي هو لي بدارتي. يقول محمد إقبال محمد إقبال الفيلسوف المشهور قال كان أبي يقول لي اقرأ القرآن كأنه رسالة الله إليك. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية لما تقرأ رسالة الله إليك استحضر أن الله الذي أرسل الرسالة إليك يسمعك ويراك وأنت تقرأ رسالته إليك. أحد العلماء قال لنا في الأزهر في ختام السنة ندعو الأساتذة الأفاضل يدخلوا من تلميذ بمناسبة ختام السنة
وندعو الشيخ محمد صديق المنشاري رحمه الله يفتتح الجلسة بآياتنا القرآن الكريم. قال فكان الشيخ المنشاري قبل أن يبدأ يطرق قليلاً يضع رجلاً ثم يبدأ يقرأ فيقرأ فيتأثر ويبثر ويخشع ويخشع ويبثر. فقد كنا نظن أن الشيخ المنشاري عليه رحمة الله لما يطرق تلك القراءة ينتقي المقطع الذي سيقرأه، يعني فكر ماذا سأقرأ. فلما سألناه قال لا، أنا أستحضر أن الله يراقبني، أن الله الذي أرسل القرآن يسمع منه فيستحضر رقابة الله تعالى، ومن ثم يتأثر، وإذا تأثر يؤثر. هذان محطتان لو نستحضرهما عند قراءة القرآن، أن نستحضر أنها رسالة لي أنا مخاطب بدرجة الأولى، لما أسمع يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا فأنا المقصود. أصل كما قال ابن مسعود إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا فأصفوا سمعكم، فإما أمر لا يتم خيركم إلا به أو نهي لا يتم شرهم إلا به. ونستحضر أن الله الذي أرسل هذا الكتاب وأرسل هذه الرسالة هو الآن حينما أقرأه يسمعني، وحينما أقرأه يبصرني. إذا خطونا هذه الخطوات واستحضرناها مع خطوات أخرى ربما سجد فيها إن شاء الله يكون القرآن أكبر أكبر كما قال يوسف أفعل تفضيل أكبر مؤثر في حياتنا. السؤال نعم. السلام عليكم. أستاذ بعد ما جليته لنا حال الإمام مالك مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه له، لا نزال نسمع اليوم بعض الناس يقول ان الامام مالك من مذهب المالكي يخالف حديث رسول الله، وذلك من اجل بعض الفروع الفقهيه التي تخالف ظواهر الاحاديث، وذلك طبعا جهلا لمدارك العلماء. فهل لا جليت لنا بعض المدارك التي كانت سببا في هذا الامر؟ الذين يقولون الذي يقول هذا ليس بعيد، العلماء المشهورين يخرجون للأئمة الكبار بتقوى الديانة. الإمام الذهبي رحمه الله هو شافعي المذهب، شمس الدين الذهبي الشافعي، يقول في كتابه تذكرة الكفار، ويقول في كتابه سير أعلام النبلاء، ثم ترجم لمالك، يقول عنه ويحليه بلا قبل ان يعطيه لاحد من الائمه الذين ترجم له سير علم النبلاء خمسه كتب. مالك حلاه بوصف لم يعطيه لاحد، الان سابقه الكمبيوتر وضربه. مالك قال امام امتي، ما اعطاهاش لاخر، جاب الشافعي وجاب ابو حنيفه وجاب، ولم يعطي لاحد هذا الوصف امام امتي. أما الذي يقول هذا فهذا لا يكون لا يشتغل بالعلم ليس بالعلم، وإنما هو مسكين يردد ما يسمعه من بعض الناس، والناس كثيرون الآن مثلا هو يريد أن يزهد الناس في شخص معين في عالم معين يقول هكذا يلقي الكلام على عوالمه. مالك يخالف الحديث، طيب كيف تخالف تعتبره مخالف للحديث؟ وبعد ذلك قلنا مالك من أئمة السلف، فهمنا يا من السلف يا مش من السلف. إذا تقول لي بالإيهاب قال مالك الاستواء معلوم، ولك يقول لي أنهم نحوهم بعده في الفقه مش من السلف. هم نظر يا إمام في السلف العاقل، وهو إمام، إنما يقول هذا بعض الناس للأسف لما يريد أن يشوه صورة إنسان يستعمل كل شيء. قد بالأمس سمعت واحد قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يريد أن يطعن، فقال الشيخ محمد الغزالي هذا الذي تحبونه قد مات في مجلس غناه، رجل معروف اللي كان في ملتقى ومشهور يتكلم عن الدين والذي فلطق الدين في السعودية. شوف كفاية يعني أراه يا ملتقى على الأقل إن حاربت شريفا كل كلام معقول. فالذي يقول مالك الغزالي بحديثه هو قلت لكم أئمة الشافعية، ابن الصلاح في المقدمة شافعي، والنووي في إرشاد طلاب الحقائق شافعي، يقول وليقتدي المحدث مطلقا مهما كان
مذهبه نحلته للإمام مالك. بعد شيء واحد ذكع ابن ذكع يقول شكرا. سؤال أخير تفضل بميزة. ما نفعله؟ نتحدث عن السيرة، نتحدث عن ولما قلنا أن هناك عيد ثالث أو رابع، ولكن هذه المناسبة جديرة بأن نقف عندها وندرسها وندرسها ونستفيد منها، كأن الأمة تقف عند هذه المناسبة التي تذكر الأمة بنعمة من نعم الله عليها، فلا يعتقد أن يمر هذا اليوم كسائر الأيام كما قلنا ندارس، ولكن لا ينبغي أن تكون مناسبة نطوي صفحتها وننصرف إلى غفلتنا كما قلنا قبل هذه المناسبة. ينبغي خاطب ابنتنا وخاطب كل واحد فينا أن نجعل من هذه الوقفات منطلقا لرد الاهتمام بالسيرة النبوية وأن نصور برنامجا في يومي أو أسبوعي ندرس السيرة النبوية. هناك سؤال، استفاد الدارسون في تناول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من نواحي شتى، ويرى البعض على مع التراجع على إضافة الجملة البعض أن جانب فلسفة التربية أولا ودراسة السيرة استنادا إلى فتوحات العلوم الإنسانية الحديثة أمر يشوبه تقصير شديد. جواب حول السؤالين، أولا الاهتمام بالبعد التربوي وفلسفة التربية هذه لم يبدها العلماء والذين كتبوا في السيرة، قد صنفت كتب في المنهج التربوي في منهج الغربان وغيره في السيرة النبوية اهتموا بها، هذا الجانب اهتموا به كثيرا، وفي ثنايا كثير كثير من كتب السيرة إشارات ووقفات تربوية في تشريح وتحليل أحداث السيرة النبوية، يعني منهم من يمزج بين الحدث والتحليل، ومنهم من يأتي بالأحداث ثم يتبعها بالدروس والعبر، كذلك الكتيب الصغير يمكن البدء به للمبتدئين كتاب السيرة النبوية التربوية دروس وعبر لمصطفى السباعي رحمه الله، وكذلك أوسع منه فقه السيرة للشيخ القطري رحمه الله، والشيخ الغزالي رحمه الله شيخنا الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه توجد الكثير من الإشارات التي تدل أن الرجل قد استفاد من ما سماه صاحب السؤال فتوحات العلوم الإنسانية الحديثة. الشيخ الغزالي رحمه الله درس حتى علم النفس، أدخل ميتاجه حتى لا أطيل، قصة تلك الصحابية التي جابها عمر بن الخطاب قبل أن يسلم، وزوجها ذهب لبعض شأنه يعد العدة للهجرة إلى الحبشة، فقال لها أراحلون أنت يا راحلون أو راحلون أنتم يا فلانة، يعني هل ستنتقلين هل ستهاجرين من هذا البلد؟ فأجابته جوابا يناسب حاله آنذاك، لما انصرف وجاء زوجها قالت له أنها لمست في كلام عمر شيئا غير معقول، لمست رقة أو شيئا من هذا، فقال لها تطمعين أن يسلم عمر؟ والله لن يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر أو حمار الخطاب. الشيخ الغزالي هذا هو الشاهد في كلامه، قال عبارة قد يمر الإنسان عليها دون أن يقف عندها، قال أرجو
الشهداء وكنت قد أخطأت في الحروف، قال أصاب إحساس المرأة أو المرأة وأخطأ تفكيره أو عقل رجل. وأنا شخصيا وجدت ما يطابق هذه الكلام تقريبا حقيقيا في كتاب باللغة الفرنسية لكاتب في علم النفس كاتب بلجيكي يرغبوا، يقول في كتاب له يشرح نفسية المرأة، يركز تحليل شخصية المرأة ونفسيتها، يقول أن المرأة تحس والرجل يفكر ويبرهن، ليس معناه أن المرأة لديها تنظر لنا إليها هكذا، المرأة تفكر، لا نقول أنها تفكر ولا تبرهن، ولكن الغالب عليها جانب يسمى طبعا العاطفة، هكذا خلقها الله تعالى، والعاطفة نقطة ضعفها ونقطة قوتها. الإنسان يدخل إلى البيت، الوالد إن لم تقعد معه وتكلمه ويكلمك لا يعرف حالك، الأم بمجرد أن تراك ينقبض في نفسها أنك تعاني من مشكلة أو لست على ما يرام. هذه ميزة وليست عيبا طبعا ونقيصة في المرأة. فوجدت هذا الكلام نفسه في هذا الكاتب في علم النفس، قال أن المرأة تحس والرجل يفكر وكل منهما يكمل الآخر ويدعمه. ومن ثم فيوجد من علمائنا من أفادوا من الدراسات النفسية والاجتماعية ولهم أساليب وطرائق شتى. فمتى على سبيل التمثيل والحصر صاحب دراسة السيرة العراقي الفيلسوف المؤرخ الشاعر أديب حفظه الله عماد الدين خليل له كتاب يعني طريقة مميزة لكتابته كتابه دراسة السيرة. ومحمد أبو زهرة رحمه الله في كتابه خاتم النبيين طبعا فكره غلب عليه مثل التفسير، كل مفسر يغلب على تفسيره ما برع فيه وتفنن فيه ومال إليه. فتفسير القرطبي يختلف عن تفسير الزمخشري، يختلف عن تفسير الرازي، وكذلك السيرة. ومن ثم لا يساو أن نقتصر على كتاب دون سائر الكتب، تفيد من هذا ومن ذاك، وقد نجد في كتاب حتى ليس في السيرة نبدا ولا طائفة تتعلق بسيرة يعني الصلاة والسلام لا تكاد توجد في كتاب من كتب السيرة. شكرا للأستاذ. بنيتي طلبت مني سؤال. طبعا السؤال موجه للأستاذ عبد العزيز. بالإضافة إلى سؤال البنية، سؤال مكتوب: الحكم الشرعي في الإنشاد أو الدعاء بمثل هذه السياق: يا ربي وجاه النبي أزرع الأمة، على سبيل المثال، هل يدخل في إطار التوسط أم أنه مناجاة الله بأشرف خلقه؟ مع سؤال طالبة الصغير. بسم الله. بالنسبة لي قبل أن أنسى ما قاله الذهبي، ليس إمام الأمة، فقير الأمة حسيت الذي قاله الذهبي بسرعة الأولى تذكرة الفاضل عن الملك فقير الأمة ليس إمام الأمة. بالنسبة للمفقعات فهذا ضرر بين المفقعات إياكم وإياكم، لابد لله رأسية لابد من محاولة التخلص منها شيئا فشيئا ضائرة المفقعات، فإنه لا فائدة فيها، وقد ينجم عنها أضرار، لذلك يعني نحاول قدر المستطاع إزالتها من حياتنا، فضلا على المناسبات التي هي مناسبة فرح وليست مناسبة فزع. المفقعات تفزع المفزعات، نحن في مناسبة مفرحات وليست مفزعات. الإنشاد والدعاء بمثل الصيغ يا رب جاه النبي، جاه النبي هذا يسمى عند العلماء التوسل، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لا خلاف في التوسل به في حياته، لما يكون حي لا خلاف في التوسل به، ولا خلاف في التوسل بالصالحين حال حياته كذلك. مثلا لما يكون حي صلاته صالحة عليه توسل إلى حال، فقد توسل النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته، وتوسل صحابته
يعني عمر بن الخطاب لعم العباس حال حياته، فمحل اتفاق التوسل بالميت، والخلاف في التوسل بين الميت، التوسل بالميت. النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته هل يجوز التوسل به؟ هل يجوز التوسل بغيره كالصحابة؟ هذه مسألة فقهية ليست مسألة عقائدية، هذه مسألة فقهية وليست مسألة عقائدية، والذين يبشرونها في العقيدة الباطنة. حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى أن المسائل الفقهية ولا يرى أن العقائدية، والإمام أحمد قال بكراهته ولم يقل بحرمته، والشيخ ابن باديس رحمه الله أجاز التوسل برسول الله فقط، هذه مسألة فقهية. فهناك من رأى الجواز فقال يباح التوسل، ومن الذي قال لم يرى الإباحة قال لا يجوز، بدون قفز بالمسألة من الفقه إلى العقيدة أنه شرك، أن أعوذ بالله من كل الشرك. الشرك الشرك حتى لو اعتقدنا في رسول الله هو حي، نحن نعتقد أن النافع الضار هو الله فقط، النافع الضار هو الله فقط، لا رسول الله ولا جبريل ولا ميكائيل، فلا نعتقد نفعا ولا ضرا في غير الله تعالى سواء كان حيا أو ميتا. والذين أجازوا قالوا لذلك ما الفرق، ما الفرق بين منزلة رسول الله حيا ولا ميتا؟ إذا كنت تتوسل بمنزلته فمنزلته محفوظة حيا ولا ميتا، وإن كنت تتوسل بقوته فهو لا قوة له لا حيا ولا ميتا. انتبهت للنقطة ما هي؟ فالذي يتوسل بجاه رسول الله ماذا تتوسل؟ يعني منزلته، هل منزلته انخرمت بعد موته ولا ما زالت؟ فالذي يقول ما زالت كما سبق معنا هو حي بجسده يقول لا حرج، لكن مع اعتقاد، انتبه، مع اعتقاد انك حينما تتوسل برسول الله ان الله هو الذي يعطي، ان الله هو الذي يشفي، ان الله هو الذي، ليس رسول الله، رسول الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما صرح به في القران. وش تقول ام سلمه رضي الله عنها لما تقدم لها النبي عليه الصلاه والسلام تزوج؟ جاء النبي واخطب في ام سلمه، اول شيء بعث ابو بكر وردت، وبعث عمر وردت، حتى رحل بنفسه. الذين طعنوا في الانسان يقول الانسان يحتقر المراه، شو ردت؟ بس شو ردت؟ امراه يخطبها سيد الخلق ويبعث اعظم البشر بعده ابو بكر، ترفض ما يضغطوش عليه. تدري بعث لها شكون؟ عمر. هذا تكريم ولا اهانه؟ وترد من؟ ها؟ مش عبد العزيز الله ابو بكر ولا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك بكل اريحيه ذهب لها بنفسه صلى الله عليه وسلم. قالت فوضعت له وسادة من صوف حشو رسول الله الكيف. فقال لها نجيب اختك. فقالت والله اعتذر. فامرأة تحدث رسول الله بهذه الطريقة، هذه هي ربية على القمع في ظل الدولة الإسلامية في ظل الشريعة ولا لا؟ جاريها بنفسه بعد ما أرسل أبو بكر وعمر جاء بنفسه وزاد تكررت الامتناع. أين إهانة المرأة؟ هذه من الصورة الناصعة على تعظيم الإسلام المرأة واحترام مكانتها. المهم قلت له رسول الله عندي تعذر، العذر الأول أن غير الزاد من شدة الغياض، العذر الثاني قالت له إني ذات أولاد كما أنت، العذر الثالث إني قد كبرت. بعد جوابه قال أما كبارك فقد أصابني ما أصابني، أنت كبير لحد نزلت شر، وأما أولادك فهم أولادي. الشاهد على القصة على قولها إني أخاف، وش قالت؟ إني أخاف وأخاف غيرتي أن أؤذيك فيغضب الله لك فيحل بغضبه. ما قلتلوش تؤذيني انت، يغضب الله، فاذا غضب الله الله هو الذي يؤذيها. فشوفوا صفاء العقيده، صفاء العقيده بلي رسول الله لا، انما الله تعالى اذا غضب هو الذي يلحق الانسان الهلاك بسبب غضب الله تعالى. وش قال هذا؟ لا اما غيرك فساسال الله تعالى ان يبعدك، فساسال الله. لنعود للموضوع، قضية التوسل تبدو هي قضية خلافية فقهية وليست عقائدية. لأن كي يقولوا عقيدة، شو معنى عقيدة؟ الناس اللي يتوسلوا يعتقدوا بأن هذا المتوسل رسول الله ولا غيره ينفع ويرضى، وهذه ما كانش في العقيدة، في العقيدة النافع الضار هو الله.
ليعتقد يا رسول الله ينفع وضوء، هذا عنده مشكلة في عقيدته، هذا عنده مشكلة في عقيدته. وإنما هل يجوز أن نتوسل بمنزلته وحضرته عند الله تعالى؟ هذه مسألة، منهم من قال يجوز باعتبار لا فرق بين حياته وموته، ومنهم من قال لا يجوز، فهو خلاف فقهي وليس خلافا عقائديا. والشيخ ابن باز رحمه الله لو تقرأ كتابه التفسير جاب خمس مقالات في أحكام الصلاة على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فسر هذه الآية في خمس مقالات. تكلم عن الصلوات الإبراهيمية وهو أفضل الروايات السبع، وفيها تكلم عن التوسل فقال أنا أجيده برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموات فقط. فمسألة فقهية، من اطمأن إلى التوسل فليتوسل، ومن اطمأن إلى عدم التوسل فليتوسل. كل مولد يحب يعتذر يعتذر، ما يحب يعتذر يعتذر. ليش ما قضية الأمم المتحدة؟ شكرا، أظن أننا نكتفي بهذه الأسئلة ونحاول أن نسرع في البرنامج. الآن نستمع إلى خاطرة تقدم برعمة صغيرة إذا كانت موجودة، تفضلي مهيتي. أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، وما حاربت في أحد، وما قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، وما كنت من الأنصار، وما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم نعم، جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة، فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، ولا أبا بكر وقد صدقك، ولا عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة، ولا عمر، ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما، وما قتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقبل على شيء ولم أهرب، وما حملت لواء، وما واجهت في شمم هنا الأعداء، وما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي بحبك يا رسول الله وحب الله تواقا. الآن مع مشهودة للمراعي الصغار تكون يلا يا مشاهد. وجميل
سقف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا عليه السلام يا سلام صلي صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الله الصادق فائدة إلى المنصة لإلقاء قصيدة شعرية بمناسبة أو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله في البدء أشكر فرع الحبوش اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أهدي هذا النص إلى أستاذنا القدير عبد السلام قطوع مهنئا نجله عبد الجليل لنجاحه في مسابقات الدكتوراه مزيدا من التوفيق. استكمل خاطرة الصبية التي سمعتها قبل قليل بقوله حبيبي يا رسول الله يا خير الورد يا روح هذا الكون شفت مرمرة يا قلبنا المزروع عافينا جوهرا يا من تدفق سلسبيلا طاهرا يا خير من نبض الفؤاد بروحه متلهفا وسط الدجى متدبرا في رحلة البحث المقدس في الهدى فتعلقت أسلاك نورك بالعرى من غارحي راح بلجتك مضحى فانزاح ليل الجهد يجري القهقرى وتلوت اقرا فانحل التاريخ يتلو ما بلوح النور كان مسطرا الجهد يقبل رافعا رايته واذا تبدى النور ولا مدبرا حبيبي يا رسول الله يا خير الورى اشرقت في هذا الوجود زرعت
تفلح النهر الغري جرى زلالا كوثرا هذا البدن الله كم أثملته حبا تفجر في البرية أبحر الحب أبي السيف عشت مدججا أحييت أفئدة تحاكي المقدرة يهواك من بالكفر أخفى حبه ما بين قلبي والعناد تعنترى يهواك طفل لفظه متلاثم يأتيك محتار الخطى متعثرا يا أيها الرحمات أرسلها الرحيم نسيم فجر قد تفتق يا سمينا سكرا أدهشت هذا الكون أية رحمة فاقت عذوبتها السحاب فاقت عذوبتها السحاب المنتقى حبيبتي يا رسول الله يا خير الورى هذه القلوب بغير حبك لا ترى أنت الذي ألهمتها يا سيدي فشدت بحبك سابحات في الذرى جمل هنا يشكو إليك معيله لما أقل طعامه وتجبر وهنا هرير فوق ثوبك نائم يتدثر الأحلام يرحل مبحرا وهناك جذع لفه حزن الدجى يبكي فراق عشيقه متحسرا ويضمه المختار يمسح دمعه ويهنئ الأصحاب جذعا بشرا أحد يحب محمدا ومحمد يهواه ما أرقى الغراب الأخضر كم دائن قد جاء يأخذ دينه أعطيته دينا ودينا أطهرا ومجاهر بالسوء جاءك غادرا صيرته للحق سيفا مبترا هل يذكر التاريخ بعدك سيدا أهدى السيادة للعبيد وحررا هل يذكر التاريخ بعدك سيدا أهدى السيادة للعبيد وحررا يا زيد خبر كيف رمت محمدا وتركت طوعا والدا متكسرا ما ذنب قلبك إن تخير حبه إن الفؤاد يروم ما قد خيرا يا خاتم الأسياد يا هادي الأولى ظلوا وملوا ما يباع ويشترى ويشترى أخرجتنا منا ومن نزواتنا وصنعت بالتوحيد أفقا أكبرا علمتنا صنع الحياة بهية بين ظلام وكنت بدرا نجرا وأقمت للعدل الصروح جليلة فتبسم المظلوم ثم تبخترا وأتى الظلوم إلى لحابك راضيا سلمته فقد غدا متحررا إن العدالة في القلوب غريزة نبهتها فنمت سماء أخضرا وأتت بفضل الله روعة أكله سلب البربري الحي كيف تحضر أنت بالإسلام فجرت المهام وألنت قلبا قاسيا متحجرا لولاك يا بدر الدجى يا سيدي ما أفصح التاريخ عن أم القرى لولاك يا بدر الدجى يا سيدي ما أفصح التاريخ عن أم القرى ما كان أحمدنا بشيخ قبيلة حتى نثور تعصبا وتبصرا بل كان رحمة رب هذا الكون تسري كالهواء كما سرى لم يشتم الأغراب يوما أحمدا فهم به صاروا أحق وأجدرا شتموا التفاهات التي لذنا بها كذبا وزورا وادعاء وافتراء ما كان أحمد لحية وعباءة احترامي للمغاصم ما كان أحمد لحية وعباءة ما كان سيفا للقتال وحنجرا ما عاب كعبا شاديا متشببا بسعادة بل أعطاه ما به فدرا ما عاب قيسا أو لبيدا بل تمنى لو أتيح له يلاقي عنترا ما عاب أجناف الفياف هل ترى حكم الرسول على السوى أو كفرا ما غاب عن شفة النبي تبسم أبدا ولا أبدى القلى أو كشرا ما كان رمزا للجهالة والبطالة والعطالة والضلالة والكرى ما كان إلا عالما يهوى العلا ما كان إلا مخضريا مجهرا ما كان يرضى للعدو مهانة فلربما بات العدو مكبرا أو ربما ولد العدو ملائكا حمل اللواء مجاهدا متصدرا ما كان يرضى للسحاب مذلة عند الشدائد أو يحب تبخترا هل هكذا أتباعه يا سيدي أم أنني بالغت قلت Thank you.
جزاك الله خيرا عن هذه الكلمات وهذه الكلمات الطيبات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت رفيق انت شاعر بس شاعر مسك الكتاب تريد ان تقول شعرا تمدح النبي صل على النبي اللهم صل وسلم. اخر او مسك الكتاب ان شاء الله مسابقه انا اختار من يريد ان يشارك ليجيب عن ثلاثه اسئله تعطى له جائزه. من يريد ان يشارك او من تريد رفع طفل الضوء الصغير اولا تفضل اختار طفل ثم بيتي ان شاء الله. ما اسم والد والده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صويجر. صويجر فهمت السؤال؟ جد النبي نمو بذا لام النبي ما جاوبش؟ اختار تفضلي بنيتي باباها وهب جيد. سؤال ثاني معك معك اين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معاها معاها يتجاوب يتجاوب نعم. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. في المدينه المنوره؟ خليهم 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 في مكه. اذا في مكه ما هو اللقب الذي لقب وعرف بها النبي عليه الصلاه والسلام؟ لماذا عرف؟ انظري معي بنيتي. نعم الصديق الامين. جيد تفضلي جائزه يسلمها رئيس الشعبه تفضلي. اذا نميل الى كفه الابناء والذكور. من يشارك تفضل ما اسمه؟ عبد الرؤوف. السؤال الاول كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل؟ شوف معي معي شوف معي نعم 40 سنة من عندياتك. سؤال ثاني معي سؤال ثاني ما هو اسم الغار الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوف معي غار هراء. سؤال ثالث والأخير إلى من أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوف معي إلى من أرسل؟ إلى البشر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شكرا الحاج الحاج مذهب. آخر سؤال آخر السؤال أو السؤال الأخير نعم. أو شنو تنتبه جريزة ولا ما تنتبه جاوب ما تفضل ما تفضل أنصت جيدا. أذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان. هو أخته تعرف؟ خليه له خليه له يفكر ما فهمش. ما هو نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي وبابا وأم وكذا نسبه نعم محمد سيد خلاص بنيت خلاص بنيت محمد ابن هاشم ابن هاشم محمد ابن هاشم ابن هاشم ابن هاشم ابن هاشم ابن هاشم ابن مرة ابن لؤي ابن فهر ابن مدركة 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 ابن مدركة
احنا عدنا زي الاسم. معليش بكم انتوا جائزه من بعد حاجه تفضل تاخذ الجائزه. الله يبارك في الأخير أود أن أدعو الأستاذ عبد العزيز الأستاذ عبد أبو حذيفة للمنصة. أستاذ الجائزة الثانية للأستاذ أبو حذيفة. بارك الله فيك جزاك الله خير. شكون اسمه محمد؟ محمد اسمه محمد نسيم. حسبه مليح يا جماعه. ربعة خمسة محمد ستة هذا سبعة ثامنة ما شاء الله. نعم سبت محمد. نعم محمد أمين. شكون اسمك محمد أمين؟ ما شاء الله. شكون اسمها أمينة؟ ما شاء الله. قيل أمينة أين أن بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. طيبتم وطعمتم وشربتم شكرا لكم. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام في ظلمة الأرحام صورني من نطفة وبدالي في الانعام نعمة من كل صفا وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة ونزلت من غير قماش غطاني واسترني. الله 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 الله, الله